الرياضة مشاهدينا في تونس وخارج نهائي كأس سيادة رئيس الجمهورية النهائي الحدث الذي سيجمع النادي الرياضي الصفاقسي بالأولمبي الباجي، نهائي مثير، نهائي إن شاء الله يكون في مستوى تطلعات وأمال الجماهير التونسية في الداخل والخارج. أجواء كبيرة في ملعب رادس والجماهير تتوافد على الملعب، وأكيد قناة حنا بعل باش تعيشكم هذه الأجواء لحظة بلحظة قبل انطلاق اللقاء، أثناء اللقاء وبعد هذه المباراة. سعيد باستقبال ثلاثة وجوه تعودتوا عليها. عادل أهلا وسهلا معك. خالد عادل، أولى الاستجوابات تجينا من سي شكري الشيخ روح ورئيس فرع كرة قدم بالنادي الرياضي الصفاقسي. شفناك برشا ستريس، برشا خوف وبرشا فجعة. ما هوش خوف فجعة، تعرف الإنسان كيف هذا. أولا قبل كل شيء هذا احتفال كرة القدم التونسية عرس كروي كأس فخامة رئيس الجمهورية. بالمجد تعرف ما هو لدور نهائي، دور نهائي فيه ياسر مفاجآت تجب تحدث. احنا حاولنا باش نكونوا حاضرين من جميع النواحي الفنية والتكتيكية وخاصة الذهنية. إن شاء الله اللاعبين يعني قدموا الأداء الطيب، وإن شاء الله النادي الصفاقسي يقوم بمباراة طيبة قبل كل شيء. ونطلبوا من الجمهور باش الجمهور هذا يكون في كانه في الروح الرياضية، وإن شاء الله اللي يلعب خير واللي يربح. عندكش علم أنه تاريخيا فين النادي الصفاقسي ترشح النادي الإفريقي إلا وخسر النهائي نتاع الكأس في 77، في 84 وفي 97؟ يمكن يكون صحيحة، ما هيش يعني أمور علمية، الكرة تعرف فيها حظ ياسر. إن شاء الله اللاعبين اليوم ونادي الصفاقسي كذب شيء هذا إن شاء الله اليوم. شكرا لك عادل، نرجع لك. على كل حال غديتنا على الطاير باعتبار ما زدت ما قدمتش ضيوف نتاع السادة المشاهدين. اليوم يحضر معنا اللاعب الدولي السابق طبعا النادي الرياضي الصفاقسي وعضو من أعضاء فريق حنا بعل المكشوف حاتم الطرابلسي، طبعا يحضر معنا الكابتن خالد حسني وطبعا عضو من اعضاء فريق المكشوف كما شاهدوا فيه على الصوره، وايضا اللاعب السابق الاولمبي الباجي والاولمبي ايضا لكن لعب في باجا نبيل الكوكي. اهلا وسهلا بكم. اكيد خالد مقابله مثيره، نهائي مثير، نهائي مشوق بين النادي الرياضي الصفاقسي والاولمبي الباجي. شو يقول خالد حسني عن النهائي هذا؟ والله هو النهائي عاده يكون اختتام سنة رياضيه، اخر مباراه في الموسم عادل. الرياضي وتمني تعيك تمني كل المشاهدين التونسيين أن تكون هذه المباراة معنا آخر مباراة تكون في مستوى فني، ولو أنا عندي شوية احتراس عادل رمش كل مش خلي الاحتراس خلو شوية خالد، نرجع لوسط الميدان والتصريحات الفورية مع مجموعة من الزملاء طبعا موجودين على عين المكان لمدكم بآخر التصريحات قبل ضربة البداية. تفضل. شكرا لك عادل. معايا رئيس النادي الرياضي الصفاقسي في المنصف عرس كرة قدم التونسية النادي الصفاقسي على التوالي يعني مرتين في النهائي. الأكيد أنه عزم كبير على يعني إحراز كأس سيادة رئيس الجمهورية في ظل يعني بعض الصعوبات اللي عاشها في وسط الموسم. يعني مو تعرفوا يعني كما قلت هذه المرة الثانية اللي في جرة بعضها اللي كونه نادي الرياضي الصفاقسي يساهم في نهاية كأس رئيس الجمهورية وكنا على أعصابنا شوية، وكيف ما يعني تعرفوا هي ستون كونسكراسيون بور ليكيب بور لو سي اس اف، ستون كونسكراسيون بور لو فوتبول تونيزيان، ولهذا إن شاء الله ربي يوفقنا. المهم هو كون المقابلة تتعدى في جو رياضي وفي جو أخوي وهذا متيقن منه. شكرا لك سي المنصف، نرجع لك عادل مع بقية الزملاء. شكرا لك طبعا وشكرا لكل الزملاء، وانا بدوري نرجع لخالد. وين توقفت خالد؟ وين وقفت؟ والله خاطر عادة فما مقولة يقولوا اللي يلعب احسن يربح. لا عمره في كرة قدم اللي يلعب احسن يربح، ولكن في المباراة كيما هذيا فما حد، فما 90 دقيقة، فما 120 دقيقة، واتمنى معناها يكون اليوم نشوفوا لعب نشوفوا اهداف، هذا كما نتمنى. نبيل كيفاش تشوف المواجهة؟ الأولمبي الباجي في الدور نصف النهائي قدم مقابلة طيب أمام الملعب التونسي. خالد حسني باش يبقى معنا إلى بعد قبل يلتحق بعد قليل مع أنيس السحبان ليتولى التعليق معه وتحليل بعض الجزئيات على المباشر، ثم بعد يلتحق بنا بعد المقابلة. المهمة حبيت نقول بالنسبة لنبيل الأولمبي الباجي، لعبت في فريق الأولمبي الباجي ولا فريق يلعب أدوار أولى في مسابقة الكأس، مش أول دور نهائي هذايا،
يعني تراش الفريق ولا غذاء ربما تخل في تقاليده الاجواء بتاع مباراه عادل مباراه النهائي طبيعي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله الساعه ان شاء الله مقابله هذه تكون خاتمه موسم طيبه ان شاء الله يكون نشوفوا كره ولو انه الكوب هو ما تشوفش فيه برشا كره تشوف خطط تكتيكيه وشويه خوف من الفريقين. بالنسبه للاولمبي البيجي هذول من عام 93 كانت اول تحصل على اول كاس في ضد المستقبل الرياضي بالمرسى ثم 95 نهائي ضد النادي الرياضي السويقسي وكان حاطهم فيه طرف في النادي الرياضي السويقسي دونك كنت انا موجود زاد مع المجموعه. 97 كيف النهائي الثالث وهذا النهائي الرابع. يظل لي فريق اللي يعمل اربع نهائيات في خمس سنين يظل لي يولي عنده تقاليد لعب الادوار الاولى في كاس تونس ودايور معناها في الكونترا نتاع اي مدرب يتوجه بشيخ الاولمبي البيجي برمي لي زوبجيكتيف هو المضي الى ابعد حدود في مسابقه كاس. ان شاء الله مقابله اليوم تكون مقابله طيبه خاصه زوج فرق معناها يلعبوا كره شبابه يلعبوا معناها خاصه النادي السويقسي والاولمبي البيجي في عديد العناصر الموجوده من الطرفين سي دوز ايكيب تكنيك دونك ان شاء الله بنشوفوا كره باهيه اليوم. تفضل هيثم معايا تقريبا. اهلا وسهلا بك عادل من جديد. الان الحكم سليم جديدي يدخل الى ارضيه الميدان للقيام بالحركات الاحمائيه وانا الى جنبي اللاعب بسام سيبي اللي قصيت له شويه على الحركات الاحمائيه. بسام يظهر لي اليوم النجم نقولوا مباراه دور نهائي في حد ذاته تتويج معناها بالنسبه لكم انتم كاولمبي بيجي ولا كالنادي الرياضي الصفاقسي؟ بالطبيعه احنا الاولمبي البيجي خدمنا ثلث الموسم حققنا مرتبه سابعه زيد وفقنا ربي وصلنا لفينال الكوب كما قلت انت تتويج في حد ذاته ان شاء الله نختموه اليوم ونروحوا بالامير البيجر. صراحه شنو حاسس؟ احساس مش نورمال. خليها من بعد باش ننزل الكوب ان شاء الله. بالطبيعه اول تتويج لي ان شاء الله مع الاولمبي البيجي وان شاء الله ربي معنا اليوم. شكرا لك هذا اللي تفائل كبير عادل. نخليك بس ترجع للحركات نتاعك وعادل رجعك الخط للبلاتو. واضح هيثم. نواصل تحليل المقابله وتقديم المقابله بالنسبه للنادي الرياضي صفاقسي. حاتم اكيد الجمهور في صفاقس يتطلع الى كاس ثانيه متتاليه الدور النهائي الثاني للنادي الرياضي صفاقسي. مسيرته في الكؤوس الافريقيه والعربيه والتونسيه متميزه. كيفاش ترى حظوظ فريق عاصمه الجنوب في هذه المواجهه؟ اكيد دور نهائي اليوم. النادي الرياضي الصفاقسي ما عنده حتى خيار الا الانتصار لانه الانتصار باش يخليه يخرج ويمنع الموسم نتاعو مترشح في كاس افريقيا دور نهائي. لكن المقابله هذه باش تكون صعيبه. انا كنت تابعت الاولمبي البيجي تيلت معنا المقابلات في كاس تونس. فريق ممتاز منظم يلعب كره قدم معناها عصريه. تحس اللاعبين ثم لاعبين عندهم دي كاليتي تكنيك معناها باهيين. مقابله باش تكون باش تلعب على دي ديتاي صغار. نتمنى اللي المقابله هذه اللي تتعدى في كنف الروح الرياضيه تتعدى نشوفوا كره باهيه لانه اخر موسم الملاعب ما عندهم خاسر حتى كان تضرب عنده مده للراحه. اليوم الملاعبين ان شاء الله يكونوا متحرين من الضغط النفساني ومتحرين من كل الضغوطات باش نشوفوا مقابله باهيه. ونحن نتمناو اللي مش يلعب خير باش يكون حاضر اللي باش يستغل الفرص اكثر هو اللي باش يفوز بالمقابله هذه. ونتمنى ان شاء الله تتعدى المقابله معناها طيبه ان شاء الله. عادل اهلا وسهلا. عادل من جديد. عادل من جديد يعني الاستجوابات الفوريه الى جانب مدرب الاولمبي البيجي السيد رشيد بالحوت. كوتش يظهر لي ساعه اول ملاحظه نشوفوها تغيير وحيد مقارنه بالتشكيله نتاع مباراه دور نصف النهائي ضد الملعب التونسي اللي هو انيس مطر باشا ياخذ مكان اكرم بنساسي. بون الله يغالب اكرام كان مجروح ولا دير ماتش مع الدمي فينال باهيه ومن بعد الماتش سويفون تانتيك مع ستاد تونيزيان مالوريزمون جاتو اون بليسور الى يسي رتحها وكلش ما قدرش يلعب امبوسيبل. وكاين حمدي تانتي كان في الجروب مالوريزمون دا تروزيام كارتون جون في كيروان. نشوف اللي متفائل شويه كوتش وقت اللي نحكيه وحدنا قلت انا عندي معناتها امل كانوا 93 دقيقه اني السلطان يسجل هدف معناها شنو هي الحكايه هذه؟ لا انا قلت لك مينير سيناريو قلت لك مينير ميور سيناريو سي ان شاء الله 93 مينوت 0-0 ايمن سلطاني مارك سا سي ان بون سيناريو. شكرا لك. يظهر لي روح رياضيه كبيره ساعه قبل المباراه. عادل يظهر لي انضم لنا السيد ناصر البدوي الى جانب زميلي خالد شوشان. سي ناصر معك خالد.
شكرا لك هيثم. سي ناصر يظهر لي برشا نهائيات لعبتهم برشا ستريس برشا خوف، الاكيد انه دور المسؤول في مثل هالمباريات الكبيره هذه مش يكون كبير برشا سيرتو على مستوى التاثير النفساني. والله ما فهمش شك معناتها المباريات هذوما يخوفوا خاصه كي تبدا على اوراق ان بو فافوري، معناتها تحاول باش تقول لاولاد راه مباراه ما تلعبش في الاوراق، راه مباراه تتلعب على الميدان. الاولمبي البيجي راه فريق محترم، راه وصل لدور النهائيه ما وصلش بالصدفه معناتها، فهمت؟ هذا كل حاولنا باش نخدموا عليه الاولاد باش يكونوا حاضرين نفسانيا وذهنيا. ان شاء الله اليوم ياكدوا هذا على الميدان وان شاء الله نكونوا جاهزين، على خاطر شوف انت برشا نهائيات تصير فيها برشا مفاجات، ولهذا هذاك احكام الكره وهذاك بنت الكره هي معناتها، فهمت؟ لانه مش نلقاو النادي الصفاقسي مشيش للبرولونغاسيون كي العادي، لانه مع الترجي التونسي في الوقت بريسك يعني البدل الضائع بعد 120 دقيقه لعب كيف كيف مع النادي الافريقي احسن من الانتصار نتاعو في الوقت الاضافي. اليوم كونتر الاولمبي البيجي تقولوا انتم مرشحين على الورق، لكن ديما حقيقه ميدان حقيقه اخرى، كيفاش السيناريو مش تشاهدوه اليوم؟ والله ما فهمتش هكذا، الاولمبي البيجي ما نتخيلوش باش يلعب لاتاكا وترونس، ما نتخيلوش يقعد يستنى في النادي الصفاقسي، والنادي الصفاقسي هذا ما يلزموش يدخل في التسرع، ما يلزموش يعني المباراه كاس مش باش تعاود، مش مباراه بطوله عندك فرصه اخرى، لازمك تحاول تجري مباراتك تقعد اكيليبري سور لو بلون اوفونسيف وديفونسيف، معناتها بور جيري لو ماتش خاطر سي ماتش فينال في بليزيور اتو، ولهذا يلزم نلعبوا بذكاء ونلعبوا ضد فريق محترم عنده كونتر رابيد، يلزمنا نعرفوا نهاجموا ونعرفوا ندافعوا. شكرا لك سي ناصر. نرجع لك عادل مع بقيه الزملاء اللي اخذ قولوا احنا شويه تحاليل من عندهم، خذينا لك برشا وقت في الانترفيوات. لا فما حتى مشكل، على كل حال المجال مفتوح لكم انتم ولكل طبعا اللاعبين والاطارات الفنيه من كلا الفريقين. بما اني نحكي على اطارات فنيه نحب نسال خالد حسني، شنو هو خالد ربما في دور نهائي العمل اللي نجم يقوم به مدرب على المستوى البدني؟ اكيد المدرب عنده فريقه جاهز ربما على طول موسم كامل، في اسبوع من الدور او قبل الدور النهائي شنو على المستوى البسيكولوجي على المستوى المعنى وعلى المستوى ربما التحضير التكتيكي لمواجهه فريق منافس يلعب خطه معينه، شو نجم يخدم مدرب في اسبوع قبل الدور النهائي؟ والله نجم نقول لك معناها ان شاء الله ما نكونش غلط، اللي العمل تاع مدرب في دور نهائي ينقص العمل نتاعو، خاطر هو الدور النهائي في حد ذاته حافز للاعبين، حافز كبير وكبير جدا للاعبين، واللاعبين يكون يحضروا رواحهم اكثر في النهائي من مباراه العاديه للبطوله، ولكن هذا ما يعنيش ان المدرب زاد له العمل نتاعو، سيقتصر على العمل الاستراتيجي التكتيكي معناها اخذ بعين الاعتبار. خالد ثم تحذير نفساني خاص في هذه المقابلات؟ والله التحذير النفساني معناها باقي الواحد كيفاش عاش، ولكن التحذير النفساني عاده انت يقول لك حاتم ويقول لك كنا لعبنا كوره، انا التحذير النفساني اللاعب بيده وحده يقوم به حافز كبير، معناها تدخل المدرب او تدخل الهيئه او تدخل يكون ضئيل وضعيف جدا في المناسبات الكبرى، هذا ما يعنيش لازم زاد اللاعب عنده خبره، ويزم الحاجه الوحيده يلزم اللاعب يكون عنده ثقه في امكانياته وما يخافش، هذا هو النهائي، اذا ما يخافش وعنده ثقه في امكانياته معناه يكون معناه اكثر شانس معناه بالنسبه لي، ولو ان يقولوا ان في النهائي سمعت البدوي صاحبنا خونا يقول انا في النهائي جي مفاجآت، لا يقولوا فماش مفاجآت في النهائي، خاطر اللي يوصل للنهائي هما جديرين بالنهائي، واذا ربحت باجا اليوم ليست بمفاجأة، واذا ربحت اليوم صفاقس ليست بمفاجأة. على كل حال احنا باش نتبعوا اجواء تحذيرات النادي الرياضي الصفاقسي لهذا الدور النهائي في انتظار اكيد باش يخليه خالد حسني يلتحق بانيس السحباني باش يكون مع انيس لتحليل المقابلة في الابان وعلى عين المكان، ثم يعاود يلتحق بنا باذن الله بعد نهايه اللقاء. في انتظار ذلك في انتظار نودة خالد حسني نشوفوا التقي الاول حول اجواء ما قبل النهائي بالنسبه للنادي الرياضي صفاقس. ترينيش انت الناس كلها ترينا واحد حاضر في روحه، وانت كو اخويا انا قلت سباط انا باش نمشي نترينا يا اخي، جيت انت مرحبا بك. زين عندك درجين وانت قاعد لاني اش نحكي ما عندناش درجين ولا صنع. لا اخويا جيت كو انا كبست السباط نحضر روحنا باش نقوم نترينا على روحنا ان شاء الله ربي يعيننا كو.
كمال شفتك قعدت غير واحد وديجا قعدت تشوط وحكوا كل شيء تجرب في سياق كبارامون اللي تحب تاكد اللي راك باش تلعب معناها صحيح حسيت شويه وجع في وسط الجمعه تبي بخير يعني واللي طار تبي خير باش ما شوطش تاخير شويه تحسن شويه مي ان شاء الله نهار السبت نكون حاضر 100% شبيه معديك جميع غريب منك ولا شنو نحكي لا في نرسد بعد ما شاء من ربي لي عندك حكايه لا يعني فتفليك عم تيجي تدورها بالحق قرينا في بعض الصحف في الجرايد اللي هو عطيه بريم سبيسيال عليه اذا كان يماركي بالله اقول هو جاوبك هو خير مني انا مش منها معايا الحكايه لا 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 لا, لا عايشك هيك يبارك فيك انت سالتني القيت عليه سؤال هو يجاوبك هاو اللي معني فما منها الحكايه ولا اول حاجه عمرنا ما حكينا في بريم مع سي منصف خاطر بالنسبه لك انت تشجيع منه هو خاص لك انت فماش منها الحكايه وما كما قلت لك معناتها حتى كان فما بريم ما نحكيوش فيه احنا بعد ما نهزوا كوب ان شاء الله نولي هو وحده معناتها اللي يحب يعطينا فهمتني وكلها شعات غلطه كلها ما لازعيم توسيع كل زعيم رياضي سواء زعيم كل عند زعيم علي اسفوا معناها خذوا ديما حاضر ديما موجود صاحبي تبارك الله عليك عزيز واو شكل برقاوي يحب يتصور شبيك تصور شنو شكل ماشي مالك برقاوي يعرفوني من حبش تصور ما قال ما قلقك الشعر وكي تبدا تصور فيه ولا حاجه هذا شباب كيما خوه وانت متو بالله العظيم صدق لي نقول لك حاجه الى التو ولا نعرف ولا هو ولا هش كل واحد ولوكو كيما يقولوا هكا كان نحب نعمل شعري هكا عجبك زرتو راهو والله برشا الناس كلش بيشعروا هكا اش بيشعروا هكا اما لاباس تراديسيون جديده يعني اليوم خميس يعني مازالوا 48 ساعه الماتش يعني غدوه التركيز يكون يمكن على المباراه هيك علاش يمكن نادر صفاقس والهيئه المديره يعني قرروا يعني يعاونوا زملاء صحفيين يعني في تبليغ يعني هذه الحدث يعني كاس سياده الرئيس يعني يخلوا الزملاء صحفيين يخدموا على الراحيه التركيز والخاصه الناحيه الذهنيه مهمه برشا للملاعبيه خاصه كي يبدا منافس كما يقولوا منصة تابلو في البطولة اللي ممكن عنده برشا ملعبش نهائي كاس وخاصة نادر صفاقس متحصل على الكاس هذه في الموسم الفارط بطبيعة مش فما شوية بريسيون فما شوية ضغط على الملاعبية لكن الحمد لله نادر صفاقس متعود ويعرف كيفاش يخرج المباريات هذوما ميسي ليش الصوريس؟ إذن كانت هذه أجواء النادي الرياضي الصفاقسي قبل عرس الكرة التونسية دور نهائي لكأس إطار الجمهورية حاب نسأل حاتم عادة في مثل هذه الأدوار النهائية تلقى الالتفاف الجماهيري الالتفاف المسؤولين الالتفاف الإطار الطبي هل يمكن لهذا الالتفاف ولهذا ربما لهذا النهائي أن يمثل عادة ضغط على اللاعبين أكيد هذه حاجة معروفة اليوم ثم عدة مسؤولين وعدة ناس ما تشوفهمش طيلة الموسم تشوفهم إلا في مقابلة رسمية نهاية معنا مقابلة مصيرية تم بطولة ولا في نهائي كأس في حد ذاته هذا يكون ضغط على اللاعبين لكن اليوم أنا نقول اللاعبين كي تخلط دور نهائي قدام سيادة رئيس الجمهورية في طقس ممتاز في جماهير حاضرة تكون متحرر ثم ضغط أكيد لكن اللاعب الكبير يظهر في المقابلات الكبيرة ويظهر في الوقت اللي تلعب في مقابلة نهائي تلعب في مقابلة ضد الفرق الصدارة هذه اللاعب الكبير وقتاش يظهر اليوم نستنى من زوز فرق باش يوريونا كرة ممتازة لأنه فينال كي من هذية مش توانسة برك تتفرج فيه تفرجوا فيه العالم العربي مام حتى البرة في الخارج يلزمنا نعطيه صورة باهية على الشيء اللي شفناه طيلة الموسم اللي هو دور نهائي اللي احنا عندنا جماهير متخلقة وعندها الروح الرياضية وكيف واللي يربح في الاخر باش نقولوا له مبروك وهارد لاك اللي باش يخسر وان شاء الله الموسم المقبل الفريق يحاول باش يقدم اكثر نبيل المدرب والاطار الفني كيفاش ربما يعد اللاعبين نتاعو لمثل هذه المواجهات هل يتم يعني دراسة ربما طريقة لعب الفريق المنافس عادل
تفضل سامحني نبيل هيثم تفضل لك الخط. عادل مثل ما كان معنا رئيس النادي الرياضي الصفاقسي الان الى جانب رئيس الاولمبي البلجي سي مختار. سي مختار يا ذلي ساعه اجواء كبيره وخلينا نقولوا صراحه عرس كره القدم اجواء الكوب ديما معناها ديما معناتها وفيه لتقاليدها. اي هو نهائي كاس هو احسن مقابله يمكن في الموسم ونهائي كاس حتى البطوله ما ذايهوش هو دونك عرس كره وان شاء الله يتعدى في احسن ظروف وهو توا الظروف كل متوفره باش عدى معناتها في احسنها. بالنسبه لنا احنا معناتها وصلنا للنهائي هذا ماله الا تتويج واللي مش يجي ان شاء الله مبروك كاو فهمني. اللي خصصتوا رحلات خاصه للجماهير اللي ضيفت اعداد محترمه يعني لهنا للملعب رادس. على مدى اسبوع كامل حاولنا باش ننظموا ونستقطبوا اكثر ما يمكن من جمهورنا ووقع تنظيم معناتها رحلات خاصه في حفلات وهذا كل معناتها بمجهودات الناس كل اللي موجودين في ولايه باجه ان شاء الله. شكرا لك سي مختار. عادل الان وفد الترجي الرياضي التونسي يدخل الى الميدان في المنصه الشرفيه لتسلم رمز البطوله اللي باش يتسلمها في فتره ما بين الشوطين. نرجع لك الخط عادل وفما زميلي خالد شوشان الى جانب المدرب مساعد للنادي الرياضي الصفاقسي. شكرا لك هيثم. عادل معايا سي رياض الشرفي الاكيد نهائي ثاني على التوالي النادي الرياضي الصفاقسي. فما شويه خوف في وسط الاسبوع بعد اصابه كمال الزعيم، كيفاش تعاملتوا مع الشيء هذا؟ كيفاش نجمتوا تحضروا كمال الزعيم للنهائي؟ والله هو يعني التحذير كان عادي معنا الاصابه ما كانتش خطيره ياسر وكان عندنا معنا الايام لاطباقات يظهر لي كافيه باش يسترجع الامكانيات تاعو. تقريبا نفس التشكيل اللي ينزل به ضد الترجي التونسي كيف كيف ضد النادي الافريقي نادي الصفاقسي ما يغيرش فريق ينتصر. بطبيعه الحال يعني هذوكم هما اختيار المدرب من ناحيه، من ناحيه اخرى هذوكم هما يعني عندنا مجموعه من اللاعبين حاضرين لكن كما اقول لك معناها سانشوا افير والمجموعه هذه شاركنا بها عده مقابلات وتحصلنا بها على نتائج طيبه لذا في نظري انا ممكن اختيار اللاعبين كان اختيار صعيب. شكرا لك سي رياض. نعطيك الخط عادل تفضل. عادل شكرا لك. خالد كما قلت نبيل شو ربما التحذير شو الشيء اللي ركز عليه الاطار الفني في نهائي بمثل هذه ربما المواصفات مثل هذا الحجم؟ عادل قبل بشويه حكى حاتم والكابتن خالد على التحذير النفساني في مقابله في النهائي. تو نبا بزوان دو موتيفي الملاعبيه، ما عندكش ما تلقاش علاش موتيف الملاعبيه خاطر بطبيعتهم ربما الموتيفاسيون تكون اكثر من العاده. اكزاكتومون عاد لازم تنجم تعدل اكثر الضغط اللي يصير على اللاعبين، الموتيفاسيون لازم تكون في خاطر اذا كان اكسي دو كونسنتراسيون واكسي نتاع بريسيون تولي ممكن تكبل ارجل اللاعبين. دونك بالنسبه نهائي كما هذا سالتني على الامور الفنيه والامور التكتيكيه، طبيعي جدا باش كل مدرب يقرا المنافس يقرا نقاط القوه نتاعه ونقاط الضعف. يحضر ملاعبيته من نقاط القوة ويحاول يستغل نقاط الضعف اللي معروفين. انا كل حاجة يكون تكنيكمون عاد باش نحكي شوية لو بوان كومون ما بين النادي الرياضي الصفاقسي والاولمبي البيجي هو الميليو تيران. لي زوز جمعيات عندهم ميليو تيران رويال دونك هو بتاتر باش تلعب اللعبة في الميليو تيران. واضح نبيل دوك هذا السادة المشاهدين لمتابعة آخر التحذيرات وآخر اللمسات في الأولمبي الباجي قبل عرس النهائي في طبعا دورة المتوسط بين باجا ونادي الصفاقس. بس شو حكيت الدبريزاج نتاع الفينال؟ كم يا شيخ احكي غير هيك تشوفي شعري نورمال، اما تشوفوا مشعوراتهم توا كيفاش ونهار الفينال شوفهم يخرجوا لوك اخر ان شاء الله. نزار توا شكون باش تصوت؟ تصوت لسامح ولا باش تصوت الانيس ولا باش تصوت كل سلطاني احسن مشط؟ والله باش نصوت لروحي باش نعمل بروشينغ من بعد. ان شاء الله مشتي تطلع خير منهم من الكل. احسن مشت انيس باشا بين. انا هكا كيف الجيرانة. هكا سي بون. معناه يزيد يتوالي شويه معناه يتزلق بالجاله نولي حكايه اخرى. شكون اكثر واحد ستريسي هكا قبل الماتش؟ سامي النفسي. جارديان سامي النفسي عامر. ديما وجهه وصف. لا لا وجهي لاباس عليه ان شاء الله تبدا الصفوريه نتاع لون الكوب ان شاء الله. هذيك مش ستريس اكثر منها كونسنتراسيون على خاطر
الجارديان يكونسونتري على برشا حاجات مش كيما الجوار، يخمم في كنترول وباس صحيح هكا. قالوا هاني السيد كلم احنا نضح. وصل يضحك واحد وصل. ما فهم حكايات في الكواليس. نجم نعرفوا الحكايات اللي في الكواليس. لا اسرار داخليه. لا لا مجرد ضحكتوا شويه لباسه هبطوه سبوار جمعه على ضحكه. ما ديما نضحك هكا ضرب ثلاثه جمعات انا جم ثلاثه جمعات سبوار. اول فينال ليك نزار كيفاش تراها؟ اول فينال والله استنيته الفينال هذا بالذات كنت جمعيتي نادي رياضه الصفاقسي. ما نكذبش عليك انا اكثر واحد ان شاء الله باش يهبط موتيفي الماتش هذا ان شاء الله بحاول الله باش نعطي كل ما عندي باش نحاول معناتها مع الاولاد ان شاء الله باش نحاول مع الاولاد ان شاء الله نروحوا بالكوب الباجه بحاول الله ان شاء الله نفرحوا الباجيه الكل وان شاء الله هذه خاطر ينجم واحد بعد ينجم يلعب حياته كامله ما يوصلش فينال كوب تونيزي. هنا اجواء خاصه بحكم يعني فينال جاء بعد 12 سنه هذولي الحمد لله الامبيونس باهيه وجو باهي ولحمه واحده تشوفنا عايشين عائله واحده. توا مشيش تختار صبات تشتغل تلعب بالفينال ان شاء الله بقدرة ربي وكادو من عند عادلة. غالي ولا لا؟ باش ميزانيه محدوده ولا لا؟ باش نختار اغلى صبات في البوتيك ان شاء الله. يظل لي مدلل سامح برشا هو ولدي الكبير عندي لو جاي انه لينا وعزاز عليا برشا هما والمدام ذكرى والولد الكبير سامح. La tactique ne commence que lorsqu'au moment où le ballon est mis en jeu. Avant, il n'y a pas de tactique. Avant, c'est le dispositif, c'est l'animation, c'est le système de jeu et tout ça. À l'entraînement, on est les entraîneurs et au match, on est des coachs. كبير مشاهدي قناة حنا بعل التونسية أينما كنتم داخل حدود الوطن أو خارجها. هذه هي قناة حنا بعل تنقل لكم دور نهائي لكأس رئيس الجمهورية موسم 2009-2010 لقاء الإثارة لقاء المتعة إن شاء الله اليوم في هذه الأمسية الكروية على قناة حنا بعل الفضائية لقاء النهائي بين الأولمبي البيجي والنادي الصفاقسي. هل تكون الكأس الثاني للأولمبي البيجي أم تكون الكأس الخامسة للنادي الرياضي الصفاقسي مع نهاية هذا الموسم تتويج لموسم كامل من كرة القدم التونسية؟ معايا في التحليل الفني والتعليق على هذه المباراة الكابتن خالد حسني. كابتن أهلا وسهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا مرحبا بكل السادة المشاهدين. هي النسخة 52 لكأس تونس لكرة القدم بعد إلغاء دورتي 1978 و2002 بسبب التزامات المنتخب الوطني. لقاء النهائي بعد مسيرة حافلة هذا الموسم في تصفيات الكأس بالنسبة للأولمبي البيجي أو بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي اليوم في درة المتوسط 7 نوفمبر برادس نهائي الأحلام
مع قلت زوز فرق يبحثوا عن التتويج في نهاية الموسم، تتويج يبحث عليه الأولمبي البيجي كما يبحث عليه النادي الرياضي الصفاقسي. نعطيكم تشكيلتي الفريقين قبل ضربة البداية لهذا النهائي. بالنسبة للأولمبي البيجي، واحد سامي النفزي كحارس مرمى، 30 موندونغا، 2 علي الهمامي، 14 أنيس مطار باشا، 5 نزال النفزي، 6 إبراهيم كامارا، 18 صابر المحمدي، 13 نزار قربوج، 17 سامح الدربالي، 10 مهدي حرب، و9 أيمن السلطاني. بينما تشكيلة النادي الرياضي الصفاقسي دقائق قليلة قبل ضربة البداية، حارس مرمى جاسم الخلوفي، 33 حمدي رويد، 2 فتح الغربي، 4 شاكر البرقاوي، 8 مامان يوسفو، 10 علي معلول، 13 شادي الأمامي، 6 إبراهيم توري، 21 حمزة يونس، كمال زعيم 34 ومحمود بن صالح 25. طاقم تحكيم المباراة الثواني الأولى لهذه المباراة، قلت بطاقم تحكيم تونسي، وهذا شرف للتحكيم التونسي لهذه المباراة. سليم الجديدي كحكم ساحة، بشير الحسيني حكم مساعد أول، وأنور هميلة هو الحكم المساعد الثاني في هذه المباراة في أولى الثواني بنهائي الكأس، نهائي كأس رئيس الجمهورية بين النادي الرياضي الصفاقسي والأولمبي البيجي. كابتن نجم يقولوا زوز فرق اللي يلعبوا الآن في النهائي هما اللي يستحقوا أنهم يتواجدوا في النهائي. معناها بالطبيعة، معناها هذا اللي توجدوا في النهائي هما اللي عملوا أكثر مجهود وكان ليهم زادة، والحق يقال أنا أكثر حظ في معناها في القرعة، لكن خاطر بطولة الكأس هي بطولة الحظ، ولا معناها تبعوا الهجوم كمال زعيم لصالح النادي الصفاقسي. كمال زعيم يتبع فيه صابر المحمد، ياخذ الكرة مرة أولى ثم مرة ثانية، مراوغة جميلة من كمال زعيم يبدأ في الهجوم. ممكن النادي الرياضي الصفاقسي في هذه المباراة، حاب نذكر بمسابقة قناة حنا بعل في هذه المباراة، إذا كانت تتكهن بفوز الأولمبي البيجي هاش اف واحد، إذا كانت تتكهن بفوز النادي الصفاقسي هاش اف اثنين، وإذا كان المباراة تتوقع أنها باش تنتهي بالتعادل في التسعين دقيقة هاش اف ثلاثة على رقم الاس ام اس 87 787 و500 دينار كاش في انتظار الفائز في هذه المباراة القمة. إن شاء الله نشوفوا مباراة كبيرة في هذه الأمسية الكروية بين زوز فرق من أعرق أنديتنا التونسية، سواء النادي الصفاقسي أو الأولمبي البيجي، اللي يبدأ ممكن في الدفاع في هذه المباراة بتدخل من اللاعب علي الأمامي، لكن تعود برمية تماسي صالح الأولمبي البيجي أو بستة أمتار لصالح الأولمبي البيجي. الأرقام عديدة وبش نأكيد خاصوا وقت كبير لذكر الأرقام في النهائي. النهائي قلت رقم 53 أو 52 للكأس، 16 فريق نالوا شرف المشاركة في النهائي، 11 فريق فقط توج باللقب، 5 فرق لم يصعفها الحظ للفوز بالألقاب، منها فرق أو فريق عريق جدا في كرة القدم التونسية الرالوي اللي شارك في زوز نهائيات لكنه لم يتحصل على كأس تونس لكرة القدم كرة عود. الأولمبي البيجي بن سامح الدربالي، لكن تدخل على شاكر البرقاوي، والحكم مسلم الجديدي يقول مخالفة تعود لدفاع النادي الصفاقسي، تعود بمخالفة لصالح دفاع النادي الصفاقسي. واحنا حكينا على مسيرتي، مسيرة الفريقين في هذه النسخة، نسخة 2009-2010 النادي الصفاقسي كان ترشح إلى هذا الدور بعد مروره من الدور 16 على حساب المستقبل جابس 1-0، ثم الدور ثم النهائي على حساب الترجي لهنا في ملعب 7 نوفمبر بيرادس هدفين مقابل هدف. دور ربع النهائي كذلك ترشح لكن في صفاقس على حساب النادي البنزرتي بعد التعادل السلبي 0-0 ضربات الجزاء 4-2، ثم في الدور نصف النهائي كذلك لهنا في ملعب 7 نوفمبر بيرادس بعد الانتصار 4-2 على حساب النادي الافريقي بعد تمديد الوقت. بينما الاولمبي البيجي كان ترشح في الدور 16 على حساب الملعب الجيبسي 3-0، ثم في الدور ثمن النهائي على امل حمام سوسه 2-1، ثم دور ربع النهائي على حساب اتحاد بنقردين 1-0، وهي نفس النتيجه اللي كانت ترشح بها على حساب الملعب التونسي في الدور نصف النهائي. 3 دقائق لعب منذ بدايه الفتره الاولى والتعادل ما زال 0-0 بين الفريقين. تعود الكره في وسط الميدان، مهدي حرب الى صابر المحمد، يلعب على اليمين الى سامح الدربالي، سامح الدربالي ينطلق يتبع فيه فتح الغربي، وتعود بمخالفه لصالح دفاع النادي الصفاقسي، تعود بضربه مخالفه لصالح دفاع النادي الصفاقسي. زوز فرق اكيد كل بالنسبه للنادي الصفاقسي 4 كؤوس، بينما كاس واحده لصالح الاولمبي البيجي سنه 1993، بينما اخر لقب
واخر نسخه من كاس سياده رئيس الجمهوريه كانت في الفريق الثاني في هذه المباراه. النادي الرياضي الصفاقسي بعد انتصاره بهدف مقابل صفر على حساب الاتحاد الرياضي المنستيري اللي اكيد نتمناو له عوده سريعه الى الرابطه المحترفه الاولى. نسق ممتاز وجيد ممكن في بداية هذه المباراة. تعود الكرة بضربة مخالفة من قائد فريق النادي الصفاقسي فتح الغرب فتح الغربي يطول الكرة في اتجاه الشاط الأمامي خطيرة ويدخل الحارس سمير نفس. كانت المباغة هذه المخالفة من فتح الغربي لكن المتفطن حارس مرمى الأولمبي البيجي سامي النفسي كيد حارس لقى روحه كأساسي بعد ممكن موسم سيء في الموسم الفارط. كان كريم العموري هو اللي الحارس الأساسي في تشكيلة الأولمبي البيجي لكن مع بداية الموسم خذ حظه ممكن كسامي النفسي في حراسة مرمى الأولمبي البيجي مواليد 10 فبراير 1984. تعود الكورة صالح نادي الصفاقسي على اليمين لإبراهيم كامارا متفطن نضال النفسي فتن المدافع الأولمبي البيجي يحط الكرة في التماس رمي التماس ممكن واضح كابتن الضغط والتموقع على الفريقين على الميدان أنه نادي الصفاقسي يلعب أكثر قريب من وسط الميدان. والله هي طول مباراة مازالت كي بدأت عندها 4 دقائق ولكن في على ما أظن في 5 دقائق هذه لاحظنا أن اللي كان هو تو وراء كل عمليات النادي الصفاقسي هو كمال زعيم على الشيره اليسرى وتحصل على برشا مخالفات. يعطيك فكره ان كمال زعيم عنده خبره للمباريات معناها سجور دو ماتش معناها تشوف فيه تو كل 5 دقائق الكل العمليات قاعد يقوم بها كان تو زعيم وبشويه بشويه معاه مع مرور الوقت ان شاء الله معناها نشوفوا ان اللعب يكون اكثر مفتوح وبلاش خوف اما مازال فما خوف معناها تحس وعادي جدا معناها الانسان الملاعبين ما يلعبوش توا 100% ما بعد بعد 10 مينوت 15 مينوت تسرح الامور ان شاء الله. جيد فتره جس النبض ان شاء الله ما تتوصلش ممكن في بدايه هذه المباراه. تعود من جديد يصلح الاولمبي البيجي موندونغا على الجهه اليمين يوزع كيما جات تعود من سامح الدربالي ونزار قربوش بحث على التسديد وتعود من شادي الهمام تعود من شادي الهمامي متوسط ميدان النادي الرياضي الصفاقسي يحاول يباغت الاولمبي البيجي وفماش تسلل. تعود من جديد من دفاع النادي الصفاقسي شادي الهمام يحاول يعكس الهجوم شادي الهمام شادي الهمام يلعب مع ابراهيم كامارا ابراهيم كامارا لكن انيس مطار باشا انيس مطار باشا يتدخل وياخذ هذه الكره وتعود للاولمبي البيجي من نزار قربوش اللاعب السابق للنادي الرياضي الصفاقسي يوزع اتجاه ايمن السلطاني لكن ضيعه 6 امتار لصالح النادي الرياضي الصفاقسي في توقيت 7 دقائق لعب في هذه الفتره الاولى والتعادل ما زال 0-0 بين الفريقين. هو في الحقيقه زوز فرق كانوا تقابلوا 7 مرات في مسابقه الكاس مره واحده كان في النهائي وكان فوز النادي الصفاقسي بهدف مقابل 0 كان نهائي شهير من ذاك سنه 1995 بتاريخ 1 جويلية 1995 اهداف المباراه كان سجل اليوزباشي للاولمبي البيجي ثم كان عادل محمد صلاح مفتاح وكان اعطى الاسبقيه والانتصار للنادي الصفاقسي اللاعب سياسي بينما واكيد التاريخ كابتن انه التاريخ ذكر يعني حتى ابرز اللاعبين اللي كانوا شاركوا في النهائي ذاك البدوي لجد التونسي سامي طرابلسي الحبيب طرابلسي حاتم طرابلسي اكيد معنا في قناه حنا بعض بوعزيز الفكي شكري طرابلسي سياسي سويح محمد صلاح مفتاح وكريم غربال بينما اللي كانوا يلعبوا في الاولمبي البيجي في تلك المباراه لكن تابعوا الكوره علي معلول علي معلول ضغط من زوج لاعبين من الاولمبي البيجي والتفوق اكيد سامح الدربالي شوفوا يعني سامح الدربالي ويرجع يعمل في تغطيه على الدفاع الاولمبي البيجي قلت لاعب الاولمبي البيجي قزمير هيك القزمير لاعب وحارس مرمى كبير في تاريخ كره القدم التونسيه العامري الجماعي ديوب بابا ديوب الحمري الريحاني الكوكي المقراني الزيري العياري اليوزباتشي وكذلك العمدوني هذه كره خطيره وتعود من الدفاع خطير الهجوم لصالح النادي الرياضي الصفاقسي وتدخل في اخر لحظه من نضال النفسي حمل القميص رقم 5 في دفاع الاولمبي البيجي تمشي ضربه ركنيه اولى في هذه المباراه على يسار الحارس سامي النفسي حارس مرمى الاولمبي البيجي كيد البحث عن التسجيل منذ البدايه شعار النادي الصفاقسي وكذلك الاولمبي البيجي في هذه المباراه ركنيه كمال زعيم التوزيع وتعود من سامي النفسي تعود من سامي النفسي ويقص الكره شاكر البرقاوي الحكم يقول رمي التماس لصالح الاولمبي البيجي
قلت الفريقين قابلوا 7 مرات في الكأس. 1970 الدور 16-3-1 لنادي صفاقسي، 87 في الدور ثم النهائي 2-1 للأولمبي البيجي، سنة 1997 كذلك في الضم النهائي 2-0 للنادي صفاقسي، 2004 و2009 زوج الفريقين كانت قبله في الدور ربع النهائي وكانت ترشح النادي صفاقسي في المرتين، و2001 في الدور ربع النهائي وكانت ترشح الأولمبي البيجي. يعني حتى في مباراة الكأس ما كانش فما يعني 4-5 انتصارات للنادي صفاقسي مقابل 2 انتصارات للأولمبي البيجي. أكيد الأرقام عديدة، الأرقام عديدة في هذه المباراة، مباراة بين الأولمبي البيجي والنادي صفاقسي، ولكن لغة الأرقام يعني لا تعني شيء ممكن بحقيقة الميدان. كابتن وانت يعني مدرب وتعرف حقيقة الميدان هي حقيقة أخرى خاصة على مباراة واحدة. هي حقيقة حقيقة مخالفة تماما، وهو مباراة اليوم في معناها في 2010 معناها الأرقام هذيك تقعد. كان معناها تبعوا الهجوم زرق البوش لكن تمشي ضيعه ستام. احنا اللي امتاز به النادي صفاقسي والاولمبي البيجي في هذا الموسم اعني كان مميز على يكون بقيه النوادي في التسديد. نعرفوا اللي عنده في باجا فما سلطاني، فما صابر هذا هجوم خطير. فتح الغرب عن اسمه درباشه خطيره وذيع الكرة على خط هجوم النادي صفاقسي. ذيع هذه الفرصة أبرز فرصة تقريبا إلى حد هذه دقيقة 11 من بداية المباراة. حبيت أقول اللي راهو معناه يمتازوا بالتسديد وخاصة زعيم من النادي صفاقسي من الأولمبي الباجي، فما كاميرا، فما صابر محمدي، فما أي من السلطاني، معناه ما يجيكش عجب اللي معناه مش نشوفوا بعد التسديدات، خاطر وقت الإنسان مع شلقة حتى معناه حل جماعي سيلتجأ معناها الى التسديد من بعيد. هذا من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه هذه الفرصه المحاوله الثانيه نادي صفاقسي، ولكن حمزه يونس في المره الاولى والمره الثانيه، المره الاولى كان على ما اظن كانت التوزيع ما عند كانش يعني متمركز في المكان المناسب، هنا با كومباني معناها ما جهز نفسه لي باش يستلم الكره. هذه كره مره اخرى للاولمبي البيجي تعود من شادي الهمامي، سمح الله دربيل ينطلق لكن يقص فتح الغرب، يلعب حمزه يونس الى شادي الهمامي من جديد، تولى في اتجاه كمال زعيم لكن اطول من كمال زعيم، تمشي للحارس سمي النفسي. كنا حكينا على الحكم المباراة باش نعطيه حقه اكيد سليم الجديدي للموسم الثاني على التوالي يدير مباراة النهائي بعد نهائي الموسم الفارط. نادي صفاقسي والاتحاد المنسيري اداروا الانتصار للنادي الصفاقسي الموسم الثاني يدير نهائي الكأس مواليد 17 أبريل 1970. كان لاعب سابق في جمعية مقرين والنجم الراسي، دخل القائمة الدولية 2007 وهو مهندس في الأعلامية بالنسبة لكذلك السيمة الجديدي. وإحنا نحكيه على الحكام فيها بيس، كان ذكروا أنه علي المدب هو أول حكم كان أدار نهائي الكأس سنة 1956 بين النادي الملعب التونسي والنادي الإفريقي، ثم 1957 كابتن الحكم كان البحري بن سعيد وهو والد زميلنا كيد وصديقنا المنصف بن سعيد، نوجه له التحية. 1959 كان الالتجاء أول مرة للحكم الأجنبي للحكم الإيطالي أدامي لقاء نادي صفاقسي الأولمبي عفوا الترجي وكذلك النجم الرياضي الساحلي وفي رصيد البحري بن سعيد وكذلك مصطفى بالخواص، ثلاثة نهائيات. بينما أكيد القائمة تجي بعد بالنسبة للحكام اللي عندهم زوج نهائيات من العيساوي بودابوس هشام قيرات اللي هادي يعطيك رشيد بن خديجة، ونضيفوا لهم حكم مباراة اليوم وهو سليم جديد. تعود الكرة في وسط الميدان، مهدي حرب وكذلك صبر المحمدي زوج لاعبين في وسط ميدان الاولمبي البيجي، هما اكيد في التنشيط الهجومي بالنسبه لخط هجوم الاولمبي البيجي. هذا نزار قربوش الى ايمن السلطان يبحث عن المباغته لكن طويله وعاليه 6 أمتار لصالح النادي صفاقسي. لا محاوله باهيه تسديد ان شاء الله، معناها هذاك اللي ينقصنا ان شاء الله، معناها الانسان كل واحد ياخذ مسؤوليته ياخذ الانيشيتيف يفوت تيري، معناها اذا انت ما لقيتش الحل، اذا صاحبك ما طلبش كوره، اذا فما معناها شبيتي مينيك من يفوت تيري. تو انا رينا معناها الاولمبي البيجي ولو ان تو بعد الوقت هذا الكل بدات ما عاد شكل اكل جو كومباكت اللي ريناه معناها قرب لبعضها من صفاقس او بيجا، بدات الامور تتحل شويه، ما معنى هذا معناها في الوقت تبدا هجمه عند نادي صفاقسي تاخذها الاولمبي البيجي. لقينا صعوبه بالنسبه لنادي صفاقسي للرجوع الى مناطقه الدفاعيه.
وهذا هجوم جديد سمح الدربالي او نزار قربوج, لكن الحكم وسيم الجديد يقول فما مخالفه لصالح الاولمبي البوش. معناها الحاجه الباهيه في الحكم معناها ما سافرش برشا, معناها متعدى هنا خرق اللعبه, معناها خلى اللعب خل وقت تخلي اللعب فما ريتم هذا المطلوب, معناها ما عادش لعب, معناها ما تشوفش شكل لعبك اللي فيه انقطاع برشا, معناها يعطيه الصحه توا سيسيم الجديد الوقت الحاضر معناها قائم بواجبه يعطيه الصحه. أكيد تتويج لمسيرة هذا الحكم في مع نهاية هذا الموسم نهائي كأس هذا رئيس الجمهورية. تبعوا المخالفة لصالح الأولمبي البيجي باش تلعب ممكن بين أربع لاعبين أكيد متواجدين. البحث عن التسديد براي كمارا, تسديد لكن تصطدم بالدفاع وتعود رمية التماس لصالح الأولمبي البيجي. كانت تسديدها من إبراهيم كمارا حامل القميص رقم 6 في تشكيلة الأولمبي البيجي. لكن نذكروا مرة أخرى بمسابقة قناة حنا بعض في هذه المباراة هاش اف واحد إذا كانت تتوقع فوز الأولمبي البيجي, هاش اف 2 إذا كانت تتوقع فوز نادي سفيقسي, وهاش اف 3 إذا كانت تتوقع أن المباراة ستنتهي بالتعادل في 90 دقيقة على رقم الاس ام اس 87 و500 دينار كاش في انتظار الفائز في هذه المسابقة. كمال زعايب على الجهة اليسار يرجع معها سامح الدربالي ويرتكب مخالفة لصالح النادي سفيقسي, يرتكب مخالفة سامح الدربالي. شفناه برشا يرجع للمعارضة الدفاعية في تشكيلة المدرب الجزائري رشيد بلحوت من مواليد 14/6/44 المدرب الجزائري كان درب وفاق ستيف 2005-2006 كذلك اتحاد الشلف 2007-2008 أحسن مدرب في الجزائر موسم 2006. هذه كرة خطيرة خطيرة للكرة ويضيع الكرة اللاعب النادي الصفاقسي إبراهيم توري. إبراهيم توري لم يحسن استغلال هذه الكرة أمامكم على الشاشة. إبراهيم توري يضيع هذه الكرة. هذه المرة الثانية النادي الصفاقسي يلقى الديكالاج على شيرها اليمين لإبراهيم توري, ولو هنا إبراهيم توري لم يستغل هذه الفرصة الثمينة. معناها تعامل معها على المستوى الفني, تعامل أن كما نقول لكم لو الاختيار كان خاطئ, معناها كان وحده كان ينجم يريض الكرة, معناها كان ممكن يعني كابتن سامحني كان عنده يعني ثلاثة أو أربع حلول في راسه. صحيح اختار الحل السيء بالنسبة لي, خاطر هو اختار, خاطر لازم يختار, معناها الاختيار يكون في ثواني, ولكن معناها يعطيك فكرة أن اللاعب هذا من الاختيار نتاعو ما كانش صعب. وهذه المحاولات اللي الانسان معناها تو النادي الصفاقسي على مستوى المحاولات ومستوى لي زوكازيون هو معناها قاعد تو متفوق على الاولمبي الباجي من 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 هذه الناحيه. نشوفوهم يبداوا يلعبوا عرضي دو ترو باس, ثم يلقاو ديكالاج واحده ديكالاج, وتو الديكالاج صاير على اليمين على توري اكثر من علي معلول على اليسار. هو ابراهيم توري يلعب على الشادي الامامي, تدخل من انيس مطر باشا يحط الكرة في التماس, رمي التماس من الجهة اليمنى لصالح النادي الرياضي الصفاقسي في توقيت 17 دقيقة لعب في هذه الفترة الأولى. تعادل ما زال 0-0 في نهائي كأس سيادة رئيس الجمهورية موسم 2009-2010. النهائي يجمع الأولمبي البيجي والنادي الرياضي الصفاقسي مع ركنية جديدة للنادي الرياضي الصفاقسي, دائما على اليسار الحارس سامي النفزي ودائما في تنفيذ الركنية كمال زعيم. البحث عن الكرة الثابتة ممكن, محاولة استغلال طول قامة كذلك محمود بن صالح وحمد رويد ثنائي يعني الدفاع في النادي سفيرس. التوزيع بعيد الكرة حاول يخلط محمود بن صالح لكن تمشي ضايعة, رمي التماسي صالح الأولمبي البيجي. كنت أحكي على المدرب الجزائري رشيد بلحوت, قلت أحسن مدرب في الجزائر 2006 هو يعني في الحقيقة الأولمبي البيجي عنده يعني تاريخ مع المدرسة الجزائرية, علي الفرقاني عبد الغني الجداوي كذلك كمال مواسع كل يعني المدربين الجزائريين هذم دربوا الأولمبي البيجي. ممكن اختيار للهيئة المديرة للأولمبي البيجي مع المدرسة الجزائرية, بينما نادي صفاقسي مع مدرب كرواتي لوكا بيروزوفيتش مواليد 26 فبراير 1952 بسبليت بكرواتيا, درب كذلك اندرلاخت كذلك شارل روا ستوندار دي ليج, واخر فريق كان دربه المدرب لوكا بيروزوفيتش هو الصد القطري, ومنذ 30 سبتمبر 2009 وهو مدرب النادي الرياضي الصفاقسي. تعود لصالح جاسم الخلوفي, جاسم الخلوفي طول الكور في اتجاه مامان يوسفو ما ياخذش الكور. شاكر البرقاوي, شاكر البرقاوي لكمال زعاي, كمال زعاي دينامو نادي صفاقسي البحث عن الموبيرت ولكن ضيع السته. واضح يعني خيار التسديد ممكن من لوكا بيروزوفيتش مدرب نادي صفاقسي, التعليمات واضحه, البحث يعني اللاعبين اللي يحسنوا التسديد يلزمهم يتقدموا يبحثوا عن الموبيرت. هو فما في بعض حالات التسديد يكون الحل الانسب,
الاخر كي تخرج كوره الانسان ينجم بعدين شيء يصير بلاس دو نوفو يلقى الوقت. اما كي تخسر كوره تو صفاقس قاعده في بعض الاحيان قد تخسر كوره قدامه ما يرجعوش وسط الميدان، وهذا معناه يلزمها ترد باله منه، ويلزمها الاولمبي الباجي في المقابل يلزمه يستغل هذه النقطه. تعود برمي التماس لصالح الاولمبي الباجي الى صبر المحمد، يضغط شاكر البرقاوي يقص الكور لحمزه يونس، حمزه يونس، حمزه يونس العفو العمر يتفطن دفاع الاولمبي الباجي. مره اولى تعود من حمدي رويد الى ابراهيم توري، ابراهيم توري يلعب مع مامان يوسف ولكن طويل عليه على الظهير الايمن، يعني حقه خلاله الوقت شويه باش يمشي بعد شاتي الكوره، يعني هو مازال قاعد يعطيها له وعمل له الوانتو الواحده اثنين واحدة صعب صعب ياسر، معناها متوقع توقع خاطئ، اذا توقع خاطئ القرار يكون خاطئ بالطبيعه. والمباراه اكيد في مازال ممكن ال 20 دقيقه الاولى، مازلنا ما وصلناش الى ال 20 دقيقه الاولى، تعادل مازال 0-0 بين الاولمبي الباجي والنادي الرياضي الصفاقس. تعود في وسط الميدان الى ايمن السلطان، ايمن السلطان يوضع الضغط من لاعبي ارتكاز نادي صفاقس الى مهدي حرب، يحاول يحرر لاعبي وسط الميدان الى موندونغا، موندونغا ماذا يقول الحكم؟ فماش مخالف. تعود الى سامح الدربالي، سامح الدربالي يحاول يراوغ فتح الغربي متفتن الظهير الايسر للنادي الرياضي الصفاقس، فتح الغربي الى محمود بن صالح، محمود بن صالح شادي الهمام، شادي الهمام الى كمال زعايب، ممتازه المراوغ، ممتازه من كمال زعايب، يحاول يبحث عن حمزه يونس، كمال زعايب مازال يحتفظ بالكور، كمال زعايب الى حمزه يونس، حمزه يونس خطير الهجوم، خطير الهجوم، ولكن تدخل من دفاع الاولمبي متفتن انيس مطر باشا ويربح مخالفه لصالح دفاع الاولمبي الباشا. معناها هجوم معاكس، وهو الهجوم المعاكس واللي ما عاونش الزعيم هو حمزه يونس وش اسمه اظن على ما اظن تراوي رقم ثمانيه هو مامان يوسف ابراهيم توري، ابراهيم توري معناها اللي عنده الكوره ما عطاوش الحل لا توري لا الاخر، معناها يوريك اللي داكورتو تعمل هجمه معاكسه، ولكن الحل اللي يعطيه اللاعب ما عندوش كوره الحل هذاك هو الاساسي هو 90%. اكيد عندما يكون يعني لاعب اللي عنده في حوسه كوره هو اللي يصنع الفارق، ممكن خاصه عندما يكون لاعب جاي من وسط الميدان التفوق العددي، لكن ما فيها بيس كنذكروا انه صاحب الرقم القياسي في الحصول على كاس تونس هو الترجي ب 12 لقب، 11 لقب للافريقي، 7 القاب للنادي للنجم الساحلي، 6 القاب للملعب التونسي، 5 القاب كذلك للمستقبل هذه من مارسا، ثم يجي النادي الصفاقسي ب 4 القاب او 4 كؤوس، الاولمبي البيجي كما قلنا بلقب وحيد يبحث عن اضافه لقب ثاني في رصيد الاولمبي البيجي. يعود من جديد يتدخل حمدي رويد، حمدي رويد ما يخش الكره، كمال زعيم، حمزه يونس معها انيس مطر باشا، انيس مطر باشا يعمل تغطيه على الكره والكره تمشي ضايعه، رمي التماسي صالح الاولمبي باشا. ذكروا انه في النهائي لعبنا 57 مباراه باعتبار كابتن انه فما مباريات يعني كانت في نظام او يعني سياسه اعاده المباريات عندما تنتهي بالتعادل، تم تسجيل 112 هدف في كل النهائيات بمعدل 1.9 هدف في كل مباراة. للتاريخ كذلك انه ثلاث نهائيات متتالية انتهت على نتيجة التعادل السلبي 0-0 84 85 86، هذه النتيجة ما نحبوهاش، ممكن في مباراة اليوم نحب نشوفوا الاهداف. الترجي اللي كنا نحكيو عليه والممكن باش يتسلم لقب البطولة في فترة ما بين الشوطين، لعب 5 نهائيات متتالية من 2004 إلى 2008، ربح 2 ألقاب وخسر 3، بينما النادي الإفريقي هو الفريق الوحيد لعب 4 نهائيات وضربة جزاء، ضربة جزاء، ضربة جزاء لصالح الأولمبي البيت، صحيحة ضربة جزاء صحيحة باش نوريك، ولو أن ضربة جزاء ولو أن في المباراة اللي عاد أن السيم جديدي كان بعيد، ولكن يعطيه الصحة على ضربة جزاء، ضربة جزاء مباغتة ممكن كل ما يعطيه في أرقام في التاريخ يعني، لكن في انتظار الإعادة مع فرحة جماهير الأولمبي البلجي بهذه هاي الإعادة، هاي الإعادة فما لمسة يد واضحة، لمسة اليد من مامان يوسفون ياخو إنذار بالمناسبة متفطن سليم الجديدي. هذه الحالة تكلمت عليها كبيرة، أن السفاك النادي السفاكسي يخسر برشا كورة، معناها باس اثنين تتقطع، قلت إذا الأولمبي البلجي معناها يستغل هذه النقطة يخسر كورة في وسط الميدان، خسر كورة في وسط الميدان، كورة طويلة ضربة جزاء، الدويل خسروا الملاعب تاع
نتاع النادي الصفاقسي. انا اقول والله يقول برافو الحكم خاطر قاعد اتفرج انا في الملعب وبعيد ولا انا بعيد. طبعا ضربه الجزاء كابتن اكيد نرجع لك مهدي حرب هو اللي باش يتقدم لتنفيذ ضربه الجزاء. مهدي حرب في توقيت 24 دقيقه لاعب فرصه لافتتاح التسجيل يتقدم مهدي حرب رفض والهدف الاول والهدف الاول للاولمبي البلجي 1-0 يتقدم على حساب النادي الرياضي الصفاقسي. هدف مهدي حرب على اثر ضربه الجزاء سيناريو جديد كابتن في هذه المباراه مع تقدم الاولمبي البلجي بهدف مقابل صفر. والله هو مع الوقت الحاضر معناها لا شاهدنا لا من الاولمبي البلجي لا من النادي الصفاقسي على المستوى الفني او مستوى الاستركراسيون دبان معناها يحتفظوا بالكره اكثر. با احنا الوقت مستوى احنا 24 دقيقه اول خطا في وسط الميدان استغلوا كما ينبغي الاولمبي البلجي بكره في العمق معناها اتت بضربه جزاء. توا على النادي الصفاقسي معناها باش يصير تحول اخر ان النادي الصفاقسي هو المباراه مازالت هي المباراه ولكن اكيد برشا مباراه ولكن هذا الكل باش يعطي حافز معنوي كبير للاولمبي البلجي. مهدي حرب اللي كان سجل ضربه الجزاء هو اختصاصي الاولمبي البلجي في تنفيذ ضربات الجزاء، كان سجل في الدورة السادس عشر امام مستقبل قابس ضربة جزاء، ثم في الدور ثم النهائي كان سجل كذلك ضربة جزاء ضد الامارة اللي بحمام سوسة، يعطي التفوق والاسبقية لحد الان لصالح الاولمبي البلجي على حساب النادي الرياضي الصفاقسي. اكيد بهذا الهدف باش نشوفوا اكثر فرجة ممكن في هذا النهائي. النادي الصفاقسي بطبيعة ممكن باش يمشي للهجوم في لتعديل النتيجة، بينما سيبحث عن المحافظة على النتيجة وممكن يبحث عن تدعيمها بالنسبة للاولمبي البلجي. سيناريو جديد في هذه المباراة مع تقدم الاولمبي البلجي بجماهيره الغفيرة اللي حاضرة كما قلت بأعداد غفيرة جدا في هذه المباراة، كما هو الحال بالنسبة لجماهير النادي الرياضي الصفاقسي على يمين المنصة الشرفية في هذه المباراة. هاي الأجواء ممكن في مدرجات ملعب 7 نوفمبر براد الزرة المتوسط في هذا النهائي نهائي كأس رئيس الجمهورية موسم 2009-2010. تعود الكرة من سامي النفسي طويل الى سامح الدربيل، سامح الدربيل يبحث عن الموسيندي يدخل فتح الغربي في التماس، واضح انه العمل الكبير قاعد على الجهه اليمين ممكن بالنسبه لخط هجوم الاولمبي البلجي يبحث عن المباغته من جهه سامح الدربيلي وكذلك رودريغي موندونغا. يتنفذ التماس مهدي حرب الى صابر المحمد ياخذ الكره، صابر المحمد الى سامح الدربيل الباحث عن التوزيع يوسع يتدخل محمود بن سعد، يتدخل محمود بن صالح قلب دفاع النادي الرياضي الصفاقس طويله كما جيت ياخذها من جديد ابراهيم توري او ابراهيم كامارا، ابراهيم كامارا يرجع الى الدفاع نضال النفس طويل الى سمح الدربيلي كما جيت من سمح الدربيلي تمشي ضايعه لا قبل ما تخرج للستة امتار ياخذها الحارس جاسم الخلوف. قبل ما تخرج قلت للستة امتار جسم الخلوفي حارس مرمى النادي الرياضي الصفاقسي ياخذ هذه الكره طويله الكره كمال زعايد، لكن تدخل من ابراهيم كامارا يحط الكره في التنس. اكيد الاولمبي البلجي سيناريو ممتاز بالنسبه لي، سيناريو سيء بالنسبه لي النادي الرياضي الصفاقسي في مع بدايه هذه المباراه. وصلنا الى 27 دقيقه لعب والتقدم اصبح 1-0 للاولمبي البلجي، هدف مهدي حرب على اثر ضربه جزاء في دقيقة 24. لاعب متوقف في هذه اللحظات لإسعاف كمال زعايم اللي يبقى ملقى على أرضية الميدان متوسط ميدان النادي الرياضي الصفاقسي. هاي الإعادة أو واضح الاحتكاك، واضح الاحتكاك ما نعرفش إذا كان نجم نعاودوها مرة أخرى. لقطة بين كمال زعايم واللاعب الأجنبي إبراهيم كامارا لاعب الأولمبي البلجي يسقط على اثر كمال الزعايم. هذه اعاده لضربه العمليه ضربه الجزاء، تدخل من مامان يوسف هو اللي ياخذ الانذار الاول بالمناسبه، وضربه الجزاء كانت على يسار الحارس جاسم الخلوفي، الحارس مشى على الجهه اليسار لكن الكره غلطته واعطت الاسبقيه والتقدم للاولمبي البلجي بهدف مقابل صفر. كابتن يعني بعد 28 دقيقه اكيد ما فماش برشا فرص، شنو السبب؟ شو معناها برشا فرص والمحاولات موجوده، المحاولات ولكن المحاولات معناها لم تكتمل من النادي الصفاقسي او من الاولمبي البلجي، ولو ان الاولمبي البلجي هو طريقته طريقه اللعب المباشر
معناها يحطوا الكره في اقرب وقت الى في المناطق الخلفيه للنادي الصفاقسي. هذه الطريقه تسمح له حتى كي يخسر كره يخسرها بعيد ياسر على مناطقه وتبقى بالنسبه للنادي الصفاقسي للوقت الحاضر لقى صعوبه كبيره بور بوزي سون جو للاسلوب نتاعو المعتاد. لقى صعوبه كبيره بور ديفلوبي سون جو. معناها راهو الخطوره نتاع الاولمبي البيجي تو تشوف في ثلاثه مع مثلا السلطاني ولا قربوش ولا كذا الخطوره نتاعهم بالسرعه وان الوقت الحاضر للوقت هذا لل 29 دقيقه ان سو البلان تاع الديوال الثنائيات الامام الاولمبي البيجي هو اللي متفوق على في كل الحالات اللي جاتوا المحاولات اللي جاتوا ولو كانت قليله كان معناها السلطاني او قربوج او حرب او صبر الحمدي كانوا يتفوقوا في الديوال. تفضل. اكيد تعود من جديد لصالح الاولمبي البيج من مهدي حرب الى ابراهيم كامارا الى مون دونغا على الجهه اليمين سامح الدربالي يسقط سامح الدربالي تعود لفاتح الغرب شاكر البرقاوي صراع كبير على الكور ياخذها فاتح الغرب الى معز اول لاعب حامل القميص رقم 10 علي معلول لاعب ممتاز في تشكيل النادي الصفاقسي لكن مازلنا ما شفناش الى حد الان حامل القميص رقم 10 في تشكيله النادي الصفاقسي. وقت تشوف انت على اليمين معناها يرجع صابر المحمدي ورودريغ فما مضاعفه الرقابه على الاطراف. معناها شو اللي صار؟ يصير معناها تفوق عددي على الاطراف بالنسبه للاولمبي البيجي واللي يصير منه اكثر هي المساحه تبدا ضيقه بالنسبه لمعلول او بالنسبه خاصه لزعيم باش معناها بور ديفلوبي سون جيرك. لكن الوقت الحاضر الاولمبي البيجي يستحق هذا التفوق. وركنيه اولى لصالح الاولمبي البيجي في التنفيذ صبر المحمد يوزع في القائم الثاني الى ايمن السلطاني خطير يراوغ ايمن السلطاني سدد ويضيع الفرصه على الاولمبي البيجي. خطير الكره من ايمن السلطاني يعمل كيف ما حب في دفاع النادي الرياضي الصفاقسي يراوغ بالمدافعين التسديده لكن تدخل حاسم من دفاع النادي الرياضي الصفاقسي واضح العمليه تعود بركنيه جديده لصالح الاولمبي البيجي دائما من تنفيذ صبر المحمدي متوسط ميداني الاولمبي البيجي. اخطر الاولمبي البيجي في هذه الدقائق يحب يبحث ممكن عن تعزيز الهدف الثاني واكيد اطمئنان اكثر في هذه المباراه في انتظار تنفيذ الركنيه. صبر المحمدي حكم ينبه على المدافعين صبر المحمدي يلعب قصيره مع نزار قربوش يقص الكره علي معلول ياخذها من جديد صبر المحمدي تعود الى علي معلول يسقط علي معلول ويربح مخالفه بكل ذكاء يلعب بسرعه الى شاكر البرقاوي يلعب مع مامان يوسفو كثير يدخل هنا يعني التسرع ما عنده حتى التسرع انت توري ما عنده حتى معنى تبرير معنى ياخذ كره يوقفها يستنى صحابه يخرجوا معنى الكونتر اتاك ما تجمش تلعب بك يعني نوريك توري كما قلت قبيله معناها ناقص شويه من ناحيه القرار الفني ناقص اذا هو من ناحيه الزاد الفني ناقص فالقرار نتاعه يكون ناقص بطبيعه الحال. هذه كره جديد معناها اولمبي البيجي هذه موقف دو كومينيكاسيون بين الحارس وبين فتح الغربي على ما اظن معناها باش نوريك اعطيك فكره فما في بليدتين اضطراب ممكن ياسر اضطراب واضح في دفاع النادي الصفاقسي اكيد ممكن قبوله الهدف اثر ممكن على معنويات المدافعين في هذه الفترة الأولى يحتفظ التماس موندونغا إلى سامح الدربيل موندونغا على الجهة اليمين يراوغ مازال يحتفظ بالكرة موندونغا ولا تماس يعود للنادي الصفاقسي تقريبا كل العمليات الأولمبي البيجي تجي على الجهة اليمين كما كنت تحكي كابتن جهة سامح الدربيلي وموندونغا ممكن الشيء اللي خلى عليه معلول وكذلك حمزة يونس يلقاو برشا صعوبات في التدرج بالكرة نحو المناطق الدفاعية للأولمبي البيجي. هو فتح الغربي ومعلول وزعيم هذا ثلاثي معناها هما يحتمل البيجا قرار حساب لهذا الثلاثي. نعرف فتح الغربي هو مدافع يهاجم ويساند الهجوم وليد معلول آخر مباريات تتألق فيها زعيم كيف حمزة يونس كيف للوقت الحاضر أن الشيء القليل اللي عمله الأولمبي البيجي الأمام كان خطير وخطير جدا وهذا يعطيك أن معناه فما ليفيكاسيتي فما رياليزم تاع الأولمبي البيجي أكثر منه. تعود برمية التماس تنفذ التماس لكن تمشي ركنية جديد يحاول يضغط النادي الصفاقسي في هذه الدقائق تعود بركنية ويمشي للتنفيذ كالعادة كمال أزعيم هذه المرة على يمين الحارس سامي النفس
اكيد كره ثابته جديده لصالح النادي الرياضي الصفاقس. تنفيذ كمال زعايم يوزع خطيره وما ياخذش الكره كما يلزم، ما ياخذهاش كما يلزم شادي الهمامي، او بالفعل شادي الهمامي ما ياخذش الكره كما يلزم وتمشي ضايعه 6 امتار لصالح الاولمبي البيجي. اضطراب في دفاع الاولمبي البيجي في هذه الكره الثابته كادت تتكلف الفريق قبول هدف التعادل في توقيت 34 دقيقه لعب في هذه الفتره الاولى. دائما التقدم للاولمبي البيجي بهدف مقابل صفر، هدف كان تحقق في الدقيقه 24 على اثر ضربه جزاء كان سجلها مهدي حرب متوسط ميدان الاولمبي البيجي. نظن ارويد هو اللي ملقى على الارض وليس شادي الهمامي. لا هو شادي الهمامي اللي كان ضرب الكره بالراس، لكن احتكاك بين حمدي رويد وكذلك الحارس سامي نفزي. واضح شادي الهمامي هو اللي كان سدد الكره بالراس متوسط ميدان النادي الرياضي الصفاقسي، لكن كان احتكاك بين الحارس سامي النفزي وكذلك حمدي رويد، يبقى ملقى على اثره سامي النفزي على الميدان بينما يغادر حمدي رويد لتلقي الاسعافات خارج الميدان. احنا نحكيو على المواجهات بين زوج فرق، زوج فرق في الجمله 46 مباراه جمعت بيناتهم 22 انتصار لنادي الصفاقسي والاسبقيه، 12 انتصار للاولمبي البيجي و12 مباراه كانت انتهت بالتعادل. اول مباراه في تاريخ الفريقين سنه 85 86 التعادل السلبي 0-0، اول انتصار نادي الصفاقسي اثنين بلاش 85 86 في نفس الموسم، لكن اول انتصار للاولمبي البيجي موسم 1986 1987 بهدف مقابل صفر. تعود الكره من حارس مرمى الاولمبي البيجي سامي النفس، سامي النفس طويله الكور يحاول ياخذها شاكر البرقاوي، تعود الى ايمن السلطان، ايمن السلطان يبحث عن التسديد، لا يبحث عن المساند الى صابر المحمد في اتجاه نزار قربوش قبل مامان يوسفو، تعود برمي التماس لصالح النادي الرياضي الصفاقس، رمي التماس لصالح النادي الرياضي الصفاقس. تعود مجديد البحث على التسديد من مهدي، مهدي حرب حبي باغت الحارس سامي النفزي لكن كورته عاليه ضايعه 6 امتار لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. مهدي حرب اللي كان سجل هدفه الوحيد الى حد الان مواليد 23 اوت 1979، لاعب سابق في جمعيه عريقه في يعني الاقسام في الوطني A الوطني B كذلك جمعيه ريانا كابتن، يعني متكون في هذا الفريق. حتى والده كان لاعب، معناها حتى والد حرب كان لاعب زاد في اريانا وبعدش انتقل لنادي الرياضي الحملنف وكان هداف تبارك الله عليه، معناها حتى بنيه جسديه معناها كانت عنده محمد هو الوليد طلع معناها كيما كيما هذا الشبل من ذاك الاسد اكيد المثل يقول في مثل هذه المناسبه. تعود لي سامي النفس يحاول يجلب المدافعين، ممكن حارس مرمى ندري حارس مرمى الاولمبي البيجي طويله من سامي النفس الى نزار قربوش يدخل حمدي رويد الى كمال زعاي، كمال او حمزه يونس ياخذ الكره، فما مخالفه لا الحكم يعطي الاسبقيه، تعود لصالح دفاع الاولمبي البيجي يبقى ملقى على ارضيه الميدان. حمزه يونس يلزم لاعب يخرج الكره للتماس لكن لا. تعود بهجوم للاولمبي البيجي. لا هنا الحكم هو اللي يقول تخرج التماس ولا خاطر هو الحكم الاول قال ما لكن ينجم لاعب زاد كابتن واحد وواحد يخرج واحد الكره للتماس. هو الحكم كان قريب، هو الحكم كان قريب للعمليه ويحكم تبع عليها. تبعوا الهجوم ايمن السلطان الى حاسم حدربالي وضيع السته. اكيد هو يقوم لاباس حمزه يونس لاعب خط هجوم النادي الرياضي الصفاقسي حامل القميص رقم 21 في تشكيله المدرب لوكا بيروزوفيتش. كم يقول لا تتنفذ السته امتار من مكانها واحتجاج من كمال زعيم مع الحوار مع الحكم السليم الجديد. هو الاحتجاجات هذه كل زايده راهو الانسان توا يركز على الاساسي الا هو المباراه الاكثر ولا الاقل، مش تكلم حكم، الحكم قام بقرار مش يرجع به، قال لك ما فيش مخالفه مش مخالفه. تعود من جديد انيس مطر باشا وهو فما مخالفه في هذه اللحظه، فما مخالفه تدخل من انيس مطر باشا على كمال زعيم، تعود بضربه مخالفه لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. البحث عن التعادل التعديل بالنسبه لنادي الرياضي الصفاقسي في هذه الدقائق، البحث عن المحافظه على النتيجه ولما تدعمها بالنسبه للاولمبي البيجي. انتظار تنفيذ المخالف من كمال زعيم، كل الكرة الثابته في تنفيذها متوسط ميدان النادي الرياضي الصفاقسي. كذلك ابن الترجي يلعب في بارتيزون بلغراد
كذلك في البطولة اليوغوسلافية بارتيزان بلغراد، ثم يعود إلى البطولة التونسية. كمال زعيم من مواليد 25/5/1983، في انتظار للتنفيذ. ممكن الواحد عن التسديد، محاولة مغالطة سامي النفس. كمال زعيم يبدأ يتقدم يسدد لكن ضايعة، ليس بمثل هذه الكرات ينجم كمال زعيم يغالط دفاع الأولمبي البيش. وكأني كابتن النسق انخفض، ممكن في هذه الدقائق نسق هذا يساعد الأولمبي البيجي أكثر منه النادي صفاقس. طبيعة ولو النادي صفاقس كما قلت لك ما لقاش ليروبير نتاعو العادية معناها في المباراة هذه النهائية، خاصة الشوط الأول، خاصة الشوط الأول. الأولمبي البيجي لاعب الانتشار نتاعو باهي، فما ناس عندها أدوار دفاعية ماريناش لزارير يطلعوا ظاهر معناه جدا اللي الانسان اللي طبعا الهجوم لصالح النادي الصفاقسي، لكن يدخل انيس مطربش معناه اللي فما ساعه والحاجه يلوج على النجاعه الدفاعيه. انت مدافع تعمل واجبك، فما وسط ميدان يعمل واجبه، فما امام السلطاني وصابر حمدي وهذوكم يعملوا واجبهم الوقت الحاضر باشا معناه قاعده قائمه بالشوط او بالشوط اللي لازم يصير. هنا مثلا توا بيجا السلطاني تلقى اكسيال، تلقى اما مع رويد ولا مع بن صالح، باقي اكسيال الجول. النادي الصفاقسي تشوف حمزه يونس الديكروش يهرب ياسر على لاكس، معناها وقت اللي يلقى زعيم كوره ولا معلول كوره ما يلقاش اللي ما يلقاش لشكون يعطي كوره. نعود من جديد من دفاع الاولمبي البيجي، من انيس مطار باشا كل الكرات العاليه دخل هذا المدافع سحب قامة طويلة في دفاع الأولمبي البيج. تعود برمية تماس من إبراهيم توري، إبراهيم توري أو مامان يوسفو، مامان يوسفو البحث عن حمزة يونس، يتدخل علي الهمامي، تمشي رمية تماس جيدة لصالح النادي الرياضي الصفاقس. التركيز على الجهة اليمنى جهة مامان يوسفو، وكذلك كمال زعيم يحاول يعمل المساندة الهجومية من جهة الظهير الأيمن للنادي الرياضي الصفاقس. انتظار تنفيذ ربية التماس في توقيت 41 دقيقة لاعب 4 دقائق مازلت وصلنا على نهاية الفترة الأولى. طويلة التماس إلى حمزة يونس، يدخل أنيس مطار باش مرة أولى ثم مرة ثانية إبراهيم توري، إبراهيم توري ويدخل نضال النفس طويل البعض عن أيمن السلطاني، قبله محمود بن صالح حاول يخلط صابر المحمدي لكن فتح الغربي ياخذ هذه الكرة إلى حمدي روي. يعني واضح بالنسبة صحيح. لرشيد بالحوت كما بالنسبه لايمن السلطاني يحاول يعني فيكسي او يثبت زوج مدافعي النادي الرياضي الصفاقسي في اماكنهم، بالنسبه لحمد الرويد وكذلك هذا هجوم للنادي الصفاقسي لكن تمشي سهله في دين سامي النفزي. قلت يحاول يثبت زوج مدافعي المحور حمد الرويد وكذلك محمود بن سعد. تعود الى سامح الدربالي من الجهه اليوم، سامح الدربالي ويربح رميه التماس، لا تعود برميه التماس لصالح النادي الصفاقسي. كمال زعاي او علي معلول، علي معلول الى شاكر البرقاوي، شاكر البرقاوي لكن قبل ذلك فما مخالفه، فما مخالفه لعلي معلول طويله في الاتجاه حمزه يونس كما قلنا، يتبع فيه انيس مطار باشا سحب قامه طويله. يعني واضح خيار سيء بالنسبه للنادي الصفاقسي ان واصل الاعتماد على الكرات العاليه لانه طويل القامه انيس مطار باشا وكذلك مع علي الهمي. هو لما الانسان يلعب هكا معناها راهو يعطيك فكره ان الفريق المقابل ما لقاش الحل، تو نادي صفاقسي ما لقاش حل. معناها كان على المستوى الجماعي ماهوش النادي صفاقسي تاع العاده اللي يحتفظ بالكره اكثر واللي ينوع، خاطر كي تحتفظ بالكره اكثر تنوع اكثر من اللاعب، نادي صفاقسي مش قاعد يحتفظ بالكره، الاولمبي الباجي قاعد معناها متمركز معناها الى الوراء ثم هذه كور وخطير ياخذ الكور مامان يوسفو، حمزه يونس البحث عن التسديد ضعيف، ضعيفه وسهله في دين سامي النفس. ضعيف. معناها المحاولات النادي الصفاقسي توا خاصة في الوقت هذايا معناها جاتها محاولات أو ما نقولوش فرص نقولوا ديزيسي وبيوت الكل معناها كانوا فاشلين. يعطيك فكرة توا شو اسمه الوليد معناها حمزة يونس كيفاش التسديدة كانت ضعيفة وضعيفة جدا. أكيد تعود من جديد موندونغا كيما جات ياخذ حاول ياخذها محمود بن صالح، محمود بن صالح لمعلول متفتن صبر لمحمد إلى إبراهيم توري أو إبراهيم كامارا، إبراهيم كامارا شكر البرقاوي
الى كمال زعايب خطير الهجوم. كمال زعايب يخسر كوره انيس مطربش ويخسر بصراحه كوية. امتياز لانيس مطربش تقريبا كابتن سامحني يعني قدم مباراه الموسم الفارط مباراه كبيره في دور ربع النهائي ضد النادي الافريقي قدم لقاء كبير انيس مطربش ها ويلقى روحه كذلك في النهائي يلعب النهائي كاساسي هذه كوره سامح الدربالي تسديد خطيره اوه ضيع فرصه كبيره وتضيع فرصه كبيره على اولمبي البيجي لاضافه هدف ثاني الهدف الاول النادي الشيخسي خسر كوره نفس كما خسرها توا وكانت كوره في العمق وجاب ضربه جزاء المحاوله هذه الثانيه اللي كانت تاتي بالهدف الثاني الاولمبي البيجي نفس الشيء معناها كانوا في سوبر تينيميريك لبسواكسيا يخسر كوره زعيم هجوم معاكس بعدش ولا هجوم بلاسي شويه والتسديد طبعا الركنيه صبر المحمدي لكن الحكام يقول المساعد الاول بشير الحسين يقول خرجت الكره بعد تنفيذ الركنيه من صبر المحمدي وصلنا الى 44 دقيقه لعب في انتظار كم سيضيف الحكام سليم جديدي كوقت وقت بدل ضايع في هذه الفتره الاولى شوف فما اكيد حكم الكل خرج كل خرج المساعد الاول سمحني كابتن اي نعرف هو المساعد الاول خرجت الكل خرجت وهذه تو بربي ما نجموش نشريو اوريات وكان عندنا كان عنده اوريات راهو الاتصال كان بيبو ماشي ما تسيرش الامور هذيا ما تسيرش الامور هذيا والحكم يقول تماس والاخر يقول كذا يا وريت يا رسول الله معناها هو اكيد الحكم يتبع قرار الحكم المساعد بشير الحساني كرة خرجت ل 6 امتار لصالح دفاع النادي الرياضي الصفاقس في انتظار ما نعرفش قداش اضاف الحكم كوقت بدل ضايع في هذه الفتره الاولى تعود من جديد دقيقه كوقت بدل ضايع مشكورين الزملاء دقيقه كان اضاف الحكم سليم جديدي كوقت بدل ضايع يعود الهجوم لصالح الاولمبي البيج موندونغا من الجهه اليمين قاعد يقوم بعمل ممتاز خاصه في التغطيه ولو انه واضح انه مهمته الاساسيه التغطيه على سمح الدربالي عندما ينزل الهجوم موندونغا لكن ساعات يعني ينزل الهجوم يعمل تفوق عدد معناها بيج قاعد تلعب صحيح اللي في الدفاع في الدفاع والوسط في الوسط واللي الامام وقت جيم الكره قاعدين يعملوا في الخطر كما السلطاني كما صبر محمدي كما حرب كما قربوش الكلهم كل ما جاتهم الكره الا وفما نوع من الخطوره على النادي الصفاقسي وهذا هجوم جديد لصالح النادي الصفاقسي مامان يوسفو من الجهه اليمين مامان يوسفو يلعب مع كمال زعايم كمال زعايم او حمزه يون الى شاد الامام يضيع الكور عكس هجوم او تمشي واحده طويله كيما يعني نفس الهدف الاول قبل هذا قبل هذا اكيد اي معني نفس الهدف الاول اللي سجل للاولمبي لكريمسفاكسيا كانت على نفس الطريقه هذيا هو تو اقتحى خاطر فات المباراه الاكثر ولا الاقل بسرعه يعني كابتن شنو هذينا في هذه الفتره الاولى بسرعه والله الفتره هذه الاولى معناها الاولمبي البيجي يلعب ما نقولش بذكاء ما نحبش كلمه بذكاء ولكن عرف كيفاش يستغل الفترات اللي في صالحه وان التقدم نتاعه في الشوط الاول مستحق شكرا لك كابتن كانت هذه الفتره الاولى اذا تقدم الاولمبي البيجي هدف مقابل صفر هدف مهدي حرب في دقيقه 24 على ضربه جزاء نمشيو الى فاصل ثم نواصل الجمهورية موسم 2009-2010 الفترة الأولى كانت انتهت على تقدم الأولمبي البيجي بهدف مقابل صفر هدف مهدي حرب في الدقيقة 24 على إثر ضربة جزاء أعطى به الأسبقية والتفوق إلى حد الآن قبل ضربة البداية لهذه الفترة الثانية على حساب النادي الرياضي الصفاقسي بهدف مقابل صفر يتقدم إذن الأولمبي البيجي في انتظارنا فترة ثانية أكيد 45 دقيقة أخرى لمعرفة الفائز والمتوج بكأس سيادة رئيس الجمهورية لهذا الموسم موسم 2009-2010 هل سيكون الأولمبي البيجي أم سيكون النادي الرياضي الصفاقسي في ملعب 7 نوفمبر برادس درة المتوسط كابتن يعني لمن فات ممكن أن يشاهد الفترة الأولى بسرعة شو نجم نقولوا والله نجم نقولوا اللي أولا التفوق اللي يحصل في الشوط الأول معناه 1-0 للأولمبي البيجي فهو تفوق مستحق للأولمبي ثانيا ان النادي الصفاقسي لقى صعوبه ومتاعب كبيره باش يستحفظ على الكره اذا لقى متاعب باش يستحفظ على الكره مع شمه تنويع ومع شمه كرياسيون معناها خلق لبعض المحاولات ولو جات فيه بعض المحاولات ولكن اهدرت السبب كان فني او قرار خاطئ معناها الاكثر ولا الاقل بقى نقول ان الاولمبي البيجي ظهر معناها عارف شنو يعمل فوق الملعب
الدفاع عارف شو يعمل، ما فهم لاحظنا ان ليزارير ما يطلعوش، ان اللي يعمل الريلي اللي يعمل المحطه هام بين الدفاع وبين الهجوم هو رقم ستة من 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 الاولمبي البيجي اللي هو ابراهيم كامارا، قاعد قائم بالربط بين الدفاع وبين الهجوم. ثانيا كل كرة يخسرها النادي السويقسي في مناطق دفاع الأولمبي البيجي إلا وتشكل خطورة. لماذا؟ لأن من نقطة استرجاع الكرة للأولمبي البيجي حتى ولو 60-70 متر بعيد على حارس الخلوفي ستوقت ذيك انطلاقة الهجوم المعاكس، وعادة وفي أغلب الأحيان كان انطلاقة كانت بكرة طويلة بكرة في العمق ويزون معناها أمبوزي لدويل، معناها فرضوا الثنائيات على مدافعي النادي السويقسي. مرحبا بسيادة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي. إذا مرحبا بكم يا سيادة الرئيس زين العابدين بن علي في درة متوسط 7 نوفمبر برادس، تشريف كبير لكل الرياضيين ولكل التونسيين حضوركم في هذا الدور النهائي موسم 2009-2010. أكيد فرحة كبيرة من الجماهير الغفيرة اللي حاضرة هنا في درة المتوسط 7 نوفمبر برادس قبل ضربة البداية للشوط الثاني من مباراة النادي الرياضي الصفاقسي والأولمبي البيجي. إذا مرحبا بكم يا سيادة الرئيس مرة أخرى في هذا الدور النهائي بكأس سيادة رئيس الجمهورية موسم 2009-2010، شوط ثاني في الانتظار بين النادي الرياضي الصفاقسي والأولمبي البيجي مع تغيير أول في تشكيلة النادي الرياضي الصفاقسي، خروج علي معلول ودخول هيكل كمامدية. لوكا بيروزوفيتش مدرب النادي الرياضي الصفاقسي يختار يعني التغيير منذ البداية في هذه الفترة الثانية، وقبل ما تبدأ الفترة الثانية أكيد نعود نذكركم بتشكيلتي الفريقين في هذه المباراة. الأولمبي البيجي كان لعب بسامي النفزي 31، رودريغ موندونغا 2، علي الهمامي 14، أنيس ماتار باشا 5، نضال النفزي 6، إبراهيم كامارا 18، صبر المحمدي 13، نزار قربوج 17، سامح الدربالي 10، مهدي حرب و9، أيمن السلطاني. بينما النادي الرياضي الصفاقسي كان لعب بالتشكيلة التالية: جسم الخلوفي، حمد رويد، فتح الغربي 2، شاكر البرقاوي 4، 8 مامان يوسفو 10، علي معلول خذا مكانه هيكل قمامدية حامل قميص رقم 22، 13 شادي الأمامي 6، إبراهيم توري 21، حمزة يونس 34، كمال زعيم و25 محمود بن صالح. إذن دقيقة لعب منذ بداية الفترة الثانية والتقدم مازال للأولمبي البيجي بهدف مقابل 0، هدف مهدي حرب في الدقيقة 24 من الفترة الأولى. أكيد كيما حكينا يعني التشكيلة يعني الأساسية، نعطيكم تشكيلتي الفريقين الاحتياطية، ممكن باش تعرفوا خيارات كل مدرب كابتن في هذه الفترة الثانية، لأنه ممكن باش يشاهدوا برشا تغييرات كيما شفنا دخول هيكل قمامدية مكان علي معلول. بالنسبة لبنك احتياط الأولمبي البيجي كريم العموري حارس مرمى ثاني، محمد علي الدربالي 7، 11 مونبيلي كونستان تبع الهجوم، صالح الصفيقس، شادي الأمام يراو خطير، شادي الأمام لكن تعود إلى هيكل قمامدية، هيكل قمامدية مازال هجوم نادي الصفيقس إلى حمزة يونس، حمزة يونس ينتظر الموسيندي يضيع برشا وقت، التوزيع خطير، ماذا يقول الحكم؟ فما تسلل، فما تسلل قبل المخالفة، ممكن كان فما تسلل، إشارة الحكم سيما الجديدي واضحة في هذه اللقطة في هذا الهجوم لصالح النادي الصفاقسي. طب نكمل تشكيلة الأولمبي البيجي الاحتياطية، 12 خليل الجلاسي، 19 قيس مخلوف، 15 شادي العمري، و 28 بسام السايبي. بينما تشكيلة الاحتياطية النادي الرياضي الصفاقسي 32 عبد الرؤوف الرطولي، 3 هيثم المرابط، 30 أمين عباس، 15 أوشي أوكبا، 17 معز علولو، و 23 أمير الحاج مسعود. حكم المباراة هو الحكم التونسي سليم الجديدي معه بشير الحسيني وأنور هميل. تعود الكرة بهجوم لصالح النادي الرياضي الصفاقسي لكن تدخل من دفاع الأولمبي البيجي يبدأ في الهجوم النادي الصفاقسي في هذه الفترة الثانية. شادي الأمام وما يستغلش الفرصة، شادي الأمامي كان في موقع يعني يسمح له باستغلال الفرصة أفضل من الطريقة اللي سدد بها كرة بالرأس. وأنا أذكركم مرة أخرى بمسابقة قناة حنا بعل في هذه المباراة، تبعث اس ام او هاش اف واحد اذا كانت تتوقع فوز الاولمبي البيجي
هاش اف 2 اذا كانت تتوقع فوز نادي رادي صفاقسي، وهاش اف 3 اذا كانت تتوقع ان المباراه ستنتهي بالتعادل في 90 دقيقه على رقم الاس ام اس 87 7 87 و500 دينار كاش بانتظار الفائز في هذه المسابقه. هذا هجوم نادي صفاقسي، شاكر البرقاوي، شاكر البرقاوي يسقط، شاكر البرقاوي حكم يقول فماش مخالف الى نزار النفس، عكس هجوم لصالح الاولمبي البيجي، حاول ياخذ تسامح الدربالي وقبله محمود بن صالح يحط الكره في التماس لصالح الاولمبي. معناها البدايه تاع الشوط الاول بدخول كمانديه، معناها الشوط الثاني النوايا واضحه من المدرب نادي صفاقسي اللي معناها كان انيس مطر باشا وعلي الهمامي من المحور الدفاع لاولمبي البيجي كانوا في اجازه، معناها ما كانش عندهم معناها ان ادفيرسير ديريكت. توا كي هبط كمانديه سي بور يكون بور فيكسي لاك سنترال نتاعهم، ورينا وكمانديه يعطي اكثر حلول اللي عنده الكره، رينا قبيله انا شادي الهمامي ولا يتقدم اكثر، والبرقاوي بينه وبين البرقاوي فما حيويه احسن، معناها تبعوا الركنيه كابتن لصالح الاولمبي البيجي وسهل في دين جاسم الخير. فما كما نقولوا معناها اللي جي ميو بالنسبه لنادي صفاقسي توا في الدقائق الاولى هذه بدخول حق وقال كمانديه. كمانديه اكيد لاعب ممتاز، مهاجم ممتاز في تشكيله النادي الرياضي الصفاقسي، هيكل كمانديه كان لاعب كذلك في المنتخب الوطني، حامل قميص رقم 22 مواليد 22 ديسمبر 1981، مهاجم النادي الرياضي الصفاقسي. وانا كل مره باش نعطيكم اكيد السجل الذهبي لكاس سياده رئيس الجمهوريه منذ 1956، تاريخ اول يعني مسابقه في هذه في كاس تونس، الى موسم 2009 اللي كان صفاقسي خذا النسخه الاخيره 1956 كان الملعب التونسي. فما تسلل، فما تسلل على خط هجوم نادي صفاقسي، قلت 1956 كان الملعب التونسي خذا اللقب الاول، ثم 57 الترجي، 58 الملعب التونسي، 59 نجم الساحلي، 60 الملعب التونسي، 61 مستقبل مرسى، 62 الملعب التونسي، يعني وقتها كان مهيمن الملعب التونسي في فترات يعني الخمسينات او اوائل الستينات، 63 نجم الساحلي، 64 لنادي النجم الساحلي، 65 النادي الافريقي، 66 الملعب التونسي، 67 نادي الافريقي، 68 نادي الافريقي، 69 نادي الافريقي، تبع الهجوم هيك الكمه مبدئيه، ولكن تمشي رمي التماس لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. واضح النادي الرياضي الصفاقسي يبدا في الهجوم في هذه الفتره الثانيه وشعاره التعديل ولا شيء غيره في بدايه هذه الفتره الثانيه. هذا ابراهيم توري، ابراهيم توري يبحث عن الموسين، يمشي من الجهه اليمين يبحث عن مامان يوسفو، ابراهيم توري الى شادي الامام، خطير الهجوم حمزه يونس، خطير الى شاكر البرقاوي كيما جات وضيعه ست امتار لصالح الاولمبي. معناها لقطه هذه حقه هو اللاعب على ما اظن حمزه يونس حقه تصرف من 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 اول فكره، معناها بريمير اتونسيون الانسان ما يعملش كونترول غد حتى ولو الكره تجي خارج خارج الاطار او خارج المرمى، الانسان لازم يتصرف لا بريمير اتونسيون عمل كونترول، بعدش ما لقاش كيفاش يعطي معناها تمريره، معناها تصور تو محاولات على نادي صفاقسي، ولكن الفينيسيون نتاعها انهاء هذه المحاولات معناها سيئه وسيئه جدا من ناحيه الفنيات او من ناحيه القرار الفني. معناها في عوض انسان يشوط يعمل كنترول، في عوض يعمل كنترول يشوط، فما لخبطه. اكيد ست دقائق لعب في هذه الفتره الثانيه، فما لاعب ملقى على ارضيه الميدان نزار قربوج لاعب الاولمبي البيجي، كره باش ترجع برمي التماس لصالح الاولمبي البيجي. انا وصلت العام 70 بالنسبه للفرق اللي خذت الكاس، 70 قلت نادي افريقي، 71 نادي صفاقسي، 72 نادي الافريقي، 73 نادي الافريقي، 74 نجم الساحلي، ثم 75 كذلك النجم الساحلي، 76 النادي الافريقي، 77 مستقبل مرسى، ثم 78 قلت الغيت الكاس ومسابقه الكاس في الموسم هذاك لمشاركه المنتخب في يعني مشاركه تاريخيه في كاس العالم 1978، هي اعاده العمليه الاخيره والهجوم الاخير لنادي رياضي صفاقسي وسوء الاستغلال الفرصه من حمزه يونس وكذلك شاكر البرقاوي. تعود الكره لجاسم الخلوف، جاسم الخلوفي حارس مرمى نادي رياضي صفاقسي في هذه المباراه. اكيد عندما نحكيه على حراس المرمى اكيد نحكيه على عتوق كابتن الامتياز لي كذلك صادق ساسي عتوقة، يعني ألقاب عديدة في رصيد هذا الحارس بالنسبة لحارس مرمى نادي الفريق. هذا هجوم جديد، هيك ممديه تسديد وتصدم بأنيس مطر باشا، تضرب الكرة في أنيس مطر باشا وترجع تقريبا هجوم ضد دفاع في هذه الدقائق،
ضغط رهيب من خط هجوم نادي صفاقس. لا هو مش خط هجوم نادي صفاقس لكن من مندية خاطر انيس ما ترباش علينا منين كانوا في اجازه الشوط الاول ولكن الشوط الثاني لقاو امامهم معنا انسان كيما الريلي يتحرك حتى ولو هو عادي بظهره الى المرمى المنافس يعرف كيفاش جمامدي الوقت الحاضر ناجح في تمريراته ناجح في اختياراته معنا يلزم تونا دي سويكسي اذا يحب يستغل اكثر تحرك الذكي لجمامدي وباشا يردوا بالهم من خاصه جمامدي تو معنا هي الشغل اللي كان قايمين به سويكس هو تاع الشوط الاول ولكن ابراهيم توري ابراهيم توري الى كمال زعيمه تسديد وسهله في دين سامي النفسي سهله الكره متفطن سامي النفسي حارس مرمى الاولمبي البيجي كنت تحكي العتوق كابتن سامح لي الاولمبي البيجي يلزم المدرب يغير من نقولوا ما نقولوش الرسم الدفاعي ولكن من الادوار الدفاعيه يحتمل يكون يعطي تعليمات اللاعب من اللاعبين باش يرجع ويعاون وسط الميدان كنت يعني كابتن انه سؤال لهنا انه كنت نحكي على عتوقه يعني في رصيده 8 كؤوس هذا الحارس يعني من قبيل معجزات ممكن باش نتابعوا الهجوم شادي الامام وتدخل من دفاع الاولمبي البيجي قلت من قبيل معجزه انه لاعب ولا حارس مرمى باش يعاود ياخذ نفس القاب السيد قساسي يعني هذه اسطوره السيد قساسي عتوقه اسطوره كره القدم التونسيه ما نعم الانسان معناها كما قلت يعجز باش يعمل اللي عمله صادق فهي اسطوره حيه الاكثر الاقل وبالمناسبه هذه نحييه صادق عتوقه صادق ساسي ساسي اكيد شهيرة عتوقه حارس التاريخي لكره القدم التونسيه تعود الكور شادي الامام شادي الهمام ابراهيم توري ومومان يوسفو حس الكره مهدي حارب يلعب في العمق في ذر المدافعين الى ايمن السلطاني خطا الكور نضال النفس نضال النفسي خطير الهجوم ويلعب في العمق وتضيع مش جديد لكن سمح الدربالي وكانه لم يكن ينتظر ان الكره توصل الى سمح الدربالي لتعود مش جديد لصالح النادي صفاقس وتدخل من سامي النفسي ياخذ الكور معناها وليت هجمه بهجمه اللعبه اكثر وقت مفتوحه بالنسبة للنادي صفاقسي هو الرجوع في النتيجة وبالنسبة للأولمبي الباجي لما لا تعميق النتيجة والأولمبي الباجي تو مش يلقى المساحة مش يلقى المساحة ومش يلقى اللاعب اللي يحبدوا لي في الـ في الـ في الهجوم واحد ضد واحد نظن هذا تغيير واحد كما قلت لك راهو يلزمه مدرب تو المدرب عرف اللي راهو الشوط الثاني كله لصالح لكل ساكسيا على مستوى الدفاع تو مش يعمل تحوير يدخل لرقم 19 قيس مخلوف ياخذ مكانه في تشكيله الاولمبي البيجي تبعوا الهجوم لصالح النادي الصفاقسي كما جات من شادي الهمامي قلت قيس مخلوف ياخذ مكان حامل قميص رقم 5 نضال النفزي نضال النفزي اللي كان يلعب اكثر ممكن على الجهه اليسرى في دفاع الاولمبي البيجي ياخذ مكانه قيس مخلوف كذلك وهو مدافع محوري في تشكيله الاولمبي بيجي تشكيله المدرب الجزائري رشيد بلحوت يحب يتعامل جيدا مع هذه المباراه بينما لوكا فيروزوفيتش الباحث عن التعديل في مناسبه اولى بالنسبه لمدرب نادي صفاقس تو الصوره كي تورينا تاع كان يوقف الصوره ما خلي تكمل الصوره فما ثلاثه في المحور تو بيجي الوقت الحاضر الوقت الحاضر ما نعرفش يا ترى هذا اختيار او لا سيتياسيون دي جو هي اللي عملت هكا خاطر رينا ثلاثه في المحور تو والله اعلم تو نتبعوا الامور ونشوفوا شنو التغيير اللي قام به مدرب الأولمبي البيجي قلت قيس مخلوف هو المدافع نفس مكان نضال النفزي ممكن يحاول ممكن يغطي على مامان يوسفو وكذلك ابراهيم توري ممكن يحاول يقرا اللاعب رشيد بلحوت انه التركيز باش يكون على الجهه اليمين جهه خط هجوم النادي الرياضي الصفاقسي في هذه الفتره الثانيه وصلنا الى 11 دقيقه و30 ثانيه في هذه الفتره الثانيه والتقدم مازال الاولمبي البيجي هدف مقابل صفر هدف الفتره الاولى دقيقه 24 كان مهدي حارب عند اثر ضربه جزاء وهذه كره جديد وتعود خطير نزار قربوش البحث على التسديد وتدخل من شادي الامام نفس الشيء اللي عمله قبيليكا نادي صفاقسي حمزه يونس نفس الشيء فوتيري البريمير اتونسيون ما فهمتش انا لعبيتنا تجي فرصه هكا يحب يوقف كوره وانذار ثاني انذار ثاني في هذه المباراه بعد انذار مامان يوسفو في الفتره الاولى لاعب النادي الصفاقسي قيس مخلوف بعد دخوله تقريبا بزوز دقائق ياخذ انذار انذار في وجه قيس مخلوف مدافع الاولمبي البيجي ان شاء الله ما نشوفوش الورقات الحمراء والاوراق الحمراء في هذه المباراة نحب نشوفوا مباراة نظيفة ونهائي نظيف نهائي كأس رئيس الجمهورية موسم 2009-2010 نعود من كمال زعيم لا ينتظر الإشارة من الحكم السيم جديد تبعد 35 متر عن الحارس سامي النفس كمال زعيم
اكيد باش يكون التوزيع في اتجاه حمدي رويد وكذلك محمود بن صالح. التوزيع خطير، حمدي رويد بالراس كما قلت سهله في دين سامي النفس، متفطن حارس مرمى الاولمبي البيش، اكيد تعويل على الكرات الثابته بالنسبه للمدرب لوكا بيروزوفيتش لمباراه الدفاع الاولمبي البيش. ترجع تويله من سامي النفس، فما حد، فما محمود بن صالح يخلي الكره الى حارس مرمى. معناها اللقطه هذه اللقطه هذه موقف دو كوميونيكاسيون، ما فماش معناها ما يتكلمش الى الحارس مع المدافع نتاعو، مدافع نادي سفيقسي بن صالح معناها ما عرفش يعمل، يوريك اللي فما ارتباك كبير وكبير ياسر. تعود من جديد لصالح الاولمبي البيج، موندونغا من الجهه اليمين، موندونغا يبحث عن التوزيع، يوجع في اتجاه ايمن السلطاني، طويله وضيع 6 امتار لصالح الاولمبي البيجي في توقيت 13 دقيقة و25 ثانية في هذه الفترة الثانية، والتقدم 1-0 للاولمبي البيجي على حساب النادي الرياضي السفيقسي. النادي السفيقسي اللي لعب بثمانية نهائيات وتحصل على 4 كؤوس، نسبة النجاح نتاعو 50%، كان سجل في كل النهائيات 5 وقبل 5 تقريبا، متوسط معدل متوسط. هذا جديد زار قربوش بحث عن تسديد وضيع، خطأ فني لرويد، انت مدافع وكان يوريه توا بالباتيه، شوفوا كيفاش ان شاء الله يورينا بالباتيه معناها. اكيد ننتظر الاعاده من الزملاء في الاخراج. فات والله. نعود من جديد لصالح الاولمبي البيج، هجوم جديد، قيس مخلوف ينطلق الى ايمن السلطان، ايمن السلطان الى قيس مخلوف، ياخذ كره وتدخل من محمود بن صالح، وفما مخالف، وفما مخالف على خط دفاع النادي الرياضي السفيقسي. قلت الاولمبي البيجي كذلك عنده لقب وحيد، لعب 3 نهائيات، نسبة النجاح نتاعو 33%، سجل 2 أهداف، بهدف اليوم يولي سجل 3 وقبل 3 في النهائيات الكل. ولقطة أمام الحكم السيما الجديد يشوفه في شكل البرقاوي، 19 مخالف إلى حد الآن كابتن، 10 للأولمبي البيجي و9 للنادي الرياضي السفيقسي. تقريبا نص ساعة ما زلت وصلنا على نهاية المباراة، والتقدم 1-0 للأولمبي البيجي على حساب النادي الرياضي السفيقسي. بانتظار تنفيذ الكرة الثابتة في هذه المباراة، جماهير كبيرة والحق يقال في هذه المباراة، هاي صورة عامة عن ملعب 7 نوفمبر بيرات صدرت المتوسط، جماهير تحضر هذه المباراة سواء من النادي الرياضي السفيقسي وتحية لهم، وسواء من جماهير الأولمبي البيجي وتحية كذلك لجماهير الأولمبي البيجي. ننتظر تنفيذ المخالف سامح الدربالي وكذلك صابر المحمدي على الكور، عندهم صابر الدربالي، صابر المحمدي وكذلك سامح الدربالي، سامح الدربالي يخلي الكره لصابر المحمدي، اختيره وتدخل حاسم، ومازالت الكره وتدخل من جديد، شوت مليح قاعد تتغلط جسم الخلوفي، كره صابر المحمدي لاعب سابق كذلك في الملعب التونسي، قواف القفصه للنادي الرياضي البنزرتي، قاعد يغلط الحارس جسم الخلوفي. تعود من جديد هيكل قمامديه، واضح انه مزعج لدفاع الاولمبي البيجي هيكل قمامديه منذ دخوله في هذه الفتره الثانيه. مامان يوسفو الى شاكر البرقاوي، شادي الهمام، شادي الهمام يبعث عن المسانده، حمزه يونس من الجهه اليسرى، حمزه يونس يحتفظ بالكور، معناها كان يخسر الكور معناها كمال زعيم، وفما مخالف، وفما مخالف على كمال زعيم، برشا مخالفات ولات في هذه الدقائق سواء من الاولمبي البيجي او من النادي الرياضي سفيقسي. ولكن الى هذا الوقت الاولمبي البيجي النجاعه نتاعو كانت اكثر من كروس لاكسيا، كانت سواء كانت على الكره الثابته معناها ركنيه او مخالفه او على الهجومات او على فرض ديويل، لكن معناها نادي سفيقسي كابتن قادر على الكره الثابته للوقت الحاضر. نادي سفيقسي نجح في اللعب الجماعي للوقت الحاضر، نجح على الكره الثابته بالرغم اللي فما لي جيميو بدخول كمانديه، ولكن للوقت الحاضر تبقى الخطورة للأولمبي البيجي. وقتاش الخطورة تكمن؟ لما النادي السفيقسي يخسر الكرة معناها في العشرين متر أمام مرمى أولمبي البيجي، وقتها تكون الهجمة المعاكسة بكرة تعتدين 40 متر. تبعوا المخالفة كمال زعيم في تنفيذ المخالفة لصالح النادي الرياضي السفيقسي في مكان يحبذوا برشا متوسط ميدان النادي الرياضي السفيقسي. حكم ينب على جدار دفاعي للأولمبي البيجي، 5 مدافعين في جدار الدفاع للاولمبي البيجي، لاعبين تولي القامه انيس مطرباش، علي الهمامي وكذلك سامح الدربالي، كمال زعيم يسدد وممتاز سامي النفسي، متفطن سامي النفسي، ما حدش كره عاليه كمال زعيم حتى لوطه شويه، ولكن الامتياز لحارس مرمى الاولمبي البيجي سامي النفسي مواليد 10 فيفري 1984 يفسخ هدف محقق نادي الرياضي سفيقسي. يتنفذ التماس
ومازال تختار لصالح النادي الصفاقس. وتدخل من دفاع الاولمبي البيج يحاول يعكس الهجوم. خطير 3-2 خطير الهجوم. صبر لمحمدي لا سامح الدربالي سدد وممتاز جسم الخلوف. تسديد ضعيف ممتاز جسم الخلوف. يعني الامتياز لجسم الخلوف الامتياز الخلوفي ولكن خاطر تسديده ضعيفه ما لم تكتسي الخطوره. معناها في في مباراه كاس كيما كي وتجيك فرص كيما هكا يلزم الفريق يستغلها 100%. معناها 3-2 ما عادش باش تجيك. اللهم كان جاك اخر مباراه. شادي الامام يوزع خطير كوره راسيه كوره كمال زعيم تمشي ضايعه 6 امتار لصالح الاولمبي البيجي. كانت فرصه قبلها كنا نحكيوا عليها لنادي رياضي صفاقس 3-2. هاي لاعاده الفرصه الاخيره توزيع راسيه كمال زعيم الى قصير القامه ولو انه خليها بالراس لكنه كورته ضايعه 6 امتار لصالح الاولمبي البيجي اللي متقدم الى حدود دقيقه 63 من المباراه. هدف مقابل صفر. هدف مهدي يحارب في دقيقه 24 من الفتره الاولى. نعود من جديد لصالح النادي الصفاقسي كما جات من فتح الغربي الظهير الايسر للنادي هذا الصفاقسي تمشي ضايعه رميه تماس لصالح الاولمبي البيش. رميه تماس لاعب الغابوني امامكم رودريغ موندونغا لاعب الاولمبي البيش. تعود ابراهيم كامارا موندونغا يتوغل من الجهه اليوم الى ايمن السلطان الى موندونغا الى سامح الدربيل. 1-2 ممتاز تبادل الكرات بين لاعبي الاولمبي البيجي ويربح ركنيه صابر المحمدي ويمشي بنفسه لتنفيذ متوسط ميدان الاولمبي البيجي. ونذكر قبل الركنيه بالمسابقه كانت حنا باع الهاش اف 1 اذا كان فوز الاولمبي البيجي هاش اف 2 فوز النادي الصفاقسي وهاش اف 3 التعادل في 90 دقيقه ورقم الاس ام اس 87 500 دينار كاش في انتظار الفائز في هذه المسابقه. نتابعوا الركنيه لصالح الاولمبي البيجي. صابر المحمدي على يسار الحارس جاسم الخلوف. صابر المحمدي يلعب في القائم الاول وتعود من دفاع نادي صفاقس. شاكر البرقاو تويله في اتجاه هيكل القمامديه مع قيس مخلوف وياخذها علي الهمام وياخذ الكره علي الهمام الى ابراهيم كامارا الى سامح الدربيلي. ترويض خاطئ كره في التم. إثارة تغييرات أخرى في هذه المباراة سواء من المدرب لوكا بيروزوفيتش أو المدرب الجزائري للنادي الأولمبي البيجي رشيد برحود. إبراهيم كامارا دور قائم به إبراهيم كامارا في الأولمبي البيجي دور كبير ياسر. تعود تتقص الكرة لصالح نادي صفاقس. كمال زعايم ينطلق كمال زعايم يربح بعض الأمتار ويربح مخالف لكن الحكم يقول لا يقول ما فما شيء. تعود لصالح الأولمبي البيجي ياخذها نزار قربوش ويرجع ابراهيم توري للتغطيه يحط الكره في التماس. هاي الاعاده واضح ممكن كان فما مخالفه على كمال زعيم. على كل حكم كان عطى هو ما عطاش الاسبقيه لان الكره رجعت للاولمبي البيج. الوقت يمر في هذه المباراه 65 دقيقه لعب وتقدم مازال للاولمبي البيجي. هدف مقابل صفر. هدف مهدي حارب في الدقيقه 24 نذكر على اثر ضربه جزاء. تعود من جهه الاولمبي البيجي. صابر المحمدي بصراحه ممتاز جدا صابر المحمدي في هذه المباراه. عمل كبير على مستوى على الجهه اليمين على الجهه اليسار مزعج في وسط ميدان الاولمبي البيجي. وكره جديد وترجع من فتح الغرب لحمزه يونس. عاد برشا يعني لاعبين نادي صفاقسي. شوف ابراهيم توري وين شوف اللاعب هيكل القمديه وين وشوف حمزه يونس اللي تفكت له كره لكن يربح مخالف في وسط الميدان لصالح النادي هذا الصفاقسي. تعود من جديد لصالح النادي الصفاقسي. حمدي رويد لمحمود بن صالح. ذكر انه المباراه مباريات البطوله بيناتهم كان التعادل في الذهاب 0-0 وفي الاياب كان الانتصار للنادي هذا الصفاقسي بهدفين مقابل هدف. اهداف كمال زعيم وامير الحاج مسعود للنادي الصفاقسي وايمن السلطاني للاولمبي البيجي. تويله الكور لصالح النادي الصفاقسي. هيكل القمامديه وتدخل من دفاع الاولمبي البيجي. وفاما مخالف على قيس مخلوف. اللي كان خذا مكان اللاعب نضال النفزي في تشكيلة الأولمبي البيجي. إذا
دار التنفيذ ممكن أوشي أوغبا قد يأخذ مكانه في تشكيلة النادي الصفاقسي مع قدم الدقائق بالنسبة لفكر المدرب لوكا بيروزوفيتش المدرب الأجنبي في هو للأسف يعني ما نعرفش يعني كابتن أنه بزوز مدربين يعني أجانب مش مشكلة مش مشكلة لا مش مشكلة ولا يلزمنا نحيو الأجانب كلهم يخدموا في الكره التونسيه كسواء اجنبي معناه ما فهم حتى مشكل واحنا زاد عندنا مدربين يخدموا في الخليج يخدموا البر يخدموا في الجماهيريه الليبيه عادي جنب اتمنى معناه هذه مناسبه باش نحيي كلمه اجنبي وكلمه كذا الناس قلت تخدم في الكره التونسيه على الاقل واضح حمزه يونس بحث عن التسديد يسدد يسالم في دين الحارس سامي النبزي لانه ما كانش سهله برشا لكن امتياز لسامي النبزي بدنا نحكيو على المدربين ولكن ولكن المشكل حتى حمزه يونس قعد معناه يلعب بنفس الوتيره وبنفس ويلعب بعيد على مناطق المنتخب التمركز نتاعو الهجومي بعيد ياسر الور كان نشوفوا احنا في باجه لما تصير هجمه كانت هجمه سريعه او هجمه بلاسيه يمشيوا بعضهم نلقاو في نشوفوا نشوفوا رمي التماس كم يقر المساعد يقر رمي فما هجمات مركزه نتاع الاولمبي باجه نلقاو فيها ايمن السلطاني سامح الدربالي صبر محمدي مهدي حرب مع بعضهم يستحوذوا على الكوره في النادي الصفاقسي لا في النادي الصفاقسي لا معناها باستثناء شويه اول شوط الثاني شويه شادي الهمامي شويه شاكر البرقاوي هيكل الكمامديه مي توا الاولمبي الباجي في الدقائق هذيا خذا لاسوندون اللي كان عنده في اول الشوط اكيد 24 دقيقه لعب في هذه الفتره الثانيه تشوف السلطاني هنا يعني تشوفه على اليمين على اليسار في المحور يرجع رغبه كبيره ممكن يرجع مع رويد في معناها في الكرات الثابته اللاعبين في باجه عارفين وش يعملوا على في الناحيه الدفاعيه ومن الناحيه الهجوميه وهذا هو اللي صانع الفارق توا 1-0 بالنسبه للاولمبي الباجي تعود لصالح النادي الصفاقسي كمال زعيم يضغط ابراهيم كامارا يرجع الكره الى محمود بن صالح الى كمال زعيم شادي الامام حاول يبحث عن الموسيند يلعب التسلل خد دفاع الاولمبي البيجي تويله في اتجاه مامان يوسفو معناها كيما نقولوا تليفوني ظاهره معناها باش يعطي فماش تنويع وما فماش مباغته ما فماش معناها في لاعب نادي صفاقسي الوقت الحاضر بون لاعب اكاديمي الوقت الحاضر شو اكاديمي هذا هجوم خطير الكور هيك الممدية خطيره وتعود بستة أمتار كان انفراد من هيكل القمامدية ممتاز هيكل القمامدية مهاجم النادي الصفاقسي لكن متفطن كذلك سامي النفزي يقدم في مباراة كبيرة إلى حد الآن سامي النفزي ومن سوء حظ هيكل القمامدية أن الكرة بعد ما صدمت بسامي النفزي كذلك تصطدم بهيكل القمامدية وتغيير ثاني في تشكيلة الأولمبي البيجي حامل القميص رقم 11 كونستان مومبيلي ياخذ مكانه في تشكيله المدرب رشيد بالحوت كونستان مومبيلي ياخذ مكانه من مواليد 30 ديسمبر 1985 ما نعرفش مكان من كونستان مومبيلي في هذه اللقطه حكم يقول لا بعد يتم التغيير لانه ما تمش في وقته تغيير الاولمبي البيجي بينما لوكا فيروزوفيتش بتغيير وحيد الى حد الان كنت نحكي على المدربين كما قلت انت كابتن اجانب هما برانيسلاف كذلك باولو روبيم اللي خذا اللي تحصل على الكاس اللي كانت تحصل عليها يعني النادي الصفاقسي عين عند ما واجه الاولمبي البيجي في النهائي كذلك دوس سانتوس اوتو فيستر وكذلك ميشيل دو كاستيل كلهم مدربين خدموا في النادي الصفاقسي تعود الى شادي الهمام الى ابراهيم توري خلي الكره تمر ترجع من قيس مخلوف الى ايمن السلطاني يعمل تغطيه حمدي رويد مع محمود بن صالح من الناحيه الفنيه زاد خطا في التمرير هذه بالاكستيريور هكا ينجم كان ما معناه عجوب لاحظت امور في على المستوى الفردي على المستوى الفني الفردي في دفاع النادي الصفاقسي اليوم مش في المستوى حمدي او فتح الغرب كره مثلا اذا تشوف هكا تشوف الاخطاء بدات تكثر اخطاء فنيه ما معنى تمرير خاطئ تمرير يمشي التماس كوره في العمق تمشي خارج الميدان فهناك معناها تحس اللي فما ما فماش اللحمه المعتاده او ما فماش الاختيار صعب ولو ان الاختيار ساعه يكون صعب ولكن لاحظت وانا في نادي الصفاقسي اللي الخط الهجومي وقت ما هجوم الملاعبين اللي بداوا قراب للمرمى ما يتحركوش وما يعطيوش حل اللي عنده الكوره لا اريد ان اقول حامل الكوره خاطر
ملينا منها شو حامل تغيير ثاني كان تم في تشكيله الاولمبي البلجي، كان خرج نزار قربوج مهاجم وخدمه كانوا مهاجم هو كونستان مومبيلي، جوج تغييرات في تشكيله الاولمبي البلجي مقابل تغيير وحيد في تشكيله النادي الرياضي الاسفيرسي. تعود الى ابراهيم توري ممتازه للمراوغ، مامان يوسفو يعمل مساند، مامان يوسفو يقص الكره كونستان مومبيلي ويعمل خطا ومخالفه لصالح النادي الرياضي الاسفيرسي، يعمل خطا مومبيلي يمكن يدخل متحمس في هذه اللقطه كونستان مومبيلي، لكن تعود بضربه مخالفه لصالح النادي الرياضي الاسفيرسي اللي الى حد الان مازال ما استغلش الكرات الثابته العديده اللي تحت له خاصه اللي قريبه من ال 18 ومن الحارس سامي النفس. انتظار التنفيذ كمال زعيم دائما على كل الكرات الثابته، وهو اللقطه اللي كنت حكيت عليها يرجع ايمن السلطاني ويحاصر في حمزه يونس طويل القامه مهاجم النادي الرياضي الاسفيرسي. تابعوا المخالف، حكم ينبه على كونستان مومبيلي مهاجم الاولمبي البيجي، يرجع يلزم بعض جدار الدفاعي للاولمبي البيجي. كمال زعيم بانتظار التنفيذ، كمال زعيم يوزع خطير وتدخل من سامي النفزي يحط الكره في التماس، رمي التماس لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، رمي التماس لصالح النادي الرياضي الصفاقسي في توقيت 29 دقيقه لعب في هذه الفتره الثانيه، والتقدم 1-0 للاولمبي البيجي. هدف مهدي حارب في دقيقه 24 من الفتره الاولى، هذه كره طويل وتدخل خطير الكره تعود كمال زعيم يراوغ يبعث على التسديد يسدد ضعيفه وضايعه 6 امتار لصالح الاولمبي البيجي. معناها بالخبرة نتاعو كمان يعرف اللي راهو معناها صعب باش يسدد في الوضعية هذيك، لا عنده ابوي لا بوي دابوي بعيد عن الكرة، كان يحتمل في أوقات أخرى يشدها يستحفظ بها ويرجعها الثاني وتعاود الهجمة من جديد. فما تسرع كبير في نادي الصفاقسي. وهنا ممكن باش نرجع على نقطة كابتن لهنا، أنت حكيت عن الطريقة التكتيكية للأولمبي البيجي أنه يعني أكاديمية، يعني الطريقة نتاعو هو حتى في تصريحات المدرب خاصة رشيد بن حوت قال لن نترك شيء للصدفة، يعني كل شيء مدروس، بينما نادي الصفاقسي تقريبا التصريحات ما قبل المباراة هو الاحتفاظ بالأمير اللي كان فيها فاز بها نادي الصفاقسي في الموسم الفارط. هذا صبر المحمد يعمل مراوغ إلى أيمن السلطان يضيع الكرة، شاكر البرقاوي ممتازة مراوغة، شاكر البرقاوي يحاول يلعب مع كمال زعيم، لازمهم يسرعوا الصفاقس، لازم يسرع في اللعب، معناها مش وريك الراجل قاعد يستنى في الكرة مش معقول. وتعود من جهتي صالح الأولمبي البيجي، مومبيلي ينتظر الموسينت، مومبيلي يثر الكرة يرجع الكرة إلى قيس مخلوف، توصل إلى موندونغا وتعود من جديد لصالح النادي الرياضي الاسفيرسي. مومبيلي يلمس الكره بيدي، حكم يعطي الاسبقيه كونستان مومبيلي، مومبيلي يضيع الكره، تدخل من فتح الغربي. شو مثلا معناها باش يوريك تو ممدية او تراوري كل اللاعبين يستناو الكره ما يعطيوش الحل اللي عنده الكره، معناها وهذا التفوق اللي صار تو لمدافعين الاولمبي الباجي على مستوى الفردي، التفوق على مستوى التوقع اللي هو تيسيب ميو، لما الانسان يتوقع مليح ينجح في معناه خسران الكره او في التدخل الدفاعي نتاعو. هذا شكون يعاون فيه؟ يعاون فيه ان كل اللاعبي او مهاجمي النادي الصفاقسي يسون ستاتيك ان دوموند با لا بال. هذه كره جديده لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، حمزه يونس يسدد يتصدم بموندونغا وتمشي رمي التماس لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، بكل الطرق يبحث عن التعديل النادي الرياضي الصفاقسي في هذه الفترة الثانية. تقريبا 14 دقيقة ما زلت وصلنا عن نهاية ال 90 دقيقة في المباراة، والتقدم 1-0 للأولمبي البيج. حمزة يونس كيما جات خطيرة وما ياخذهاش هيكل كمامدية، يرجع ياخذ الكرة من جديد هيكل كمامدية مع قيس مخلوف، يحاول يراوغ يدخل قيس مخلوف بكل ثقة ياخذ هذه الكرة إلى أيمن السلطاني، تعود يعطي الأسبقية مومبيلي يبحث عن سامح الدربيلي، يلقى سامح الدربيلي سريع مع محمود بن صالح، سامح الدربيلي يبعث على مراوغ يراوغ، لكن مراوغه زايده من سامح الدربيلي تمشي الى جاسم الخلوف. هو التمويه باهي ولكن مراوغه سيتي ان دريبل لون، معناها وقت عمل التمويه الثاني هربت عليه الكره. وحكم ماذا يقول؟ يرجع ل ما نعرفش، فما انذار في وجه حمدي رويد. انذار وتقبلوا حمدي رويد. علاش ما تقبلوا حمدي رويد؟ حمدي رويد ممكن يعني قال كلام كان سمعه كان الحكم برك
لكن انذار في وجه حمدي رويد مدافع النادي الرياضي الصفاقسي، واللعب توقف لاسعاف اللاعب الاولمبي البلجي. ونستغل بالنسبه للاولمبي البلجي ستانوسوب كوباك ومعني كوباك خطوط قريبه ياسر، خاصه الوقت اللي تبداو في حاله دفاعيه ما خلاو حتى شيء لا مساحه النادي الصفاقسي. رينا مضاعفه الرقابه على الاطراف حتى بدخول كمامدية اعطانا شويه كي سوبسون للشوط الثاني سيكون صعب بالنسبه للاولمبي البيجي، ولكن لحد الان ان الاولمبي البيجي ان متري سون سوجي على كل المستويات، المستوى الدفاعي وخاصه على حبك الهجومات المعاكسه اللي خطيره وخطيره جدا على النادي الصفاقسي. ولو ان الاولمبي البيجي اتيحت له فرصة لتعميق النتيجة 3-2 ولكن لم يستغل هذه الفرصة. وكان فما تغيير وانت تحكي كابتن، تغيير في صفوف النادي الرياضي الصفاقسي، كان دخل اوشي اوغوبا كما قلت حمل قميص رقم 15 مكان اللاعب ابراهيم توري متوسط ميدان النادي الرياضي الصفاقسي. هذه كرة جديدة حمزة يونس الى اوشي اوغوبا ولمس للكور يرجع كرة يشكل البرقاوي الى شادي لمام، شادي الامامي ممتاز المراوغه تبعوه مليح. اوشي اوغوبا لاعب مهاري يحاول يلعب على التسديد، عنده تسديدات ممتازه من اوشي اوغوبا المهاجم من النادي الصفاقسي. ترجع لصالح الاولمبي البيج صبر محمد يسقط حمد الويل، خطير خطير الهجوم الى سامح الدربالي فرصه كبيره. اوه تدخل ممتاز، تدخل ويقظه من فتح الغرب، التدخل ممتاز هذا يعاونوا فيه سامح الدربالي بلا نحكيه على يفوت تيري على بريمير انتونسيون جد الكره شوت ولو تجيبها لبرا ما تعملش كنترول غادي ما تعملش كنترول كيما شادي الهمامي قبيله او حمزه يونس عمل كنترول في اول الشوط الثاني. تعمل انت ترويض الكره ارجع معناها اعطيت وقت باش المدافع يرجع، معناها عملوا هجوم خارق العاده باهي، كان في فنيات كان في فكره كان في تمويه كان في ديكالاج، ولكن تبعوا الرفيق صالح الاولمبي البيجي وضاع الشوط معناها الهدف الثاني ضاع هنا على الاولمبي البيجي. اكيد لن ينام سامح الدربالي اذا ما كان ما سجل النادي الصفاقسي هدف التعادل، لانه كان امام فرصه كبيره لاضافه هدف ثاني، بينما الامتياز كذلك لفتح الغربي اللي جمهور النادي الصفاقسي في صوره تسجيل هدف التعادل باش يكون له ممتن برشا. الظهير الايسر في تشكيله النادي الرياضي الصفاقسي، كنت نحكي او خليني نحكي شويه على ملعب 7 نوفمبر بيراتس والنهائيات اللي كان احتضنهم هذا الملعب، ملعب جميل ودرة المتوسط. اول لقاء نادي حمام لمف كان فاز به باللقب موسم 2001-2002 على حساب النجم الساحلي، 2002-2003 الملعب التونسي على حساب الافريقي، 2003-2004 النادي الصفاقسي على حساب الترجي، 2004-2005 الترجي الجرجيس على حساب الترجي الرياضي، 2005-2006 كان الترجي على حساب النادي الافريقي بضربات الجزاء، 2006-2007 كذلك الاولمبي البيجي. وهذا هجوم وخطير سامح الدربالي، ومره اخرى يتدخل فاتح الغربي، ومره اخرى فاتح الغربي يقص الهجوم على اللاعب سامح الدربالي. قلت 2007-2008 الترجي على حساب النجم الساحلي، ثم الموسم الفارط النادي الصفاقسي على حساب الاتحاد المنسف. تعود من جديد مامان يوسفو الى شادي الامام الى حمزه يونس، حمزه يونس وشي اوغوبا فما تسلل، فما تسلل، فما تسلل على هيكل الجمامدية، رفع الرايه البشير الحسيني المساعد الاول لسليم جديد. ريت التسلل عملوه الدفاع الاولمبي الباجي، هذا التسلل يعملوه في الوقت هذا 5 دقائق قبل نهايه المباراه، 10 دقائق ولا 10 دقائق، يعطيك فكره على الحضور الذهني لدفاع الاولمبي البيجي، معناها باش يقوم بالحركه هذه الجماعيه باش يخلي كمامديه في الواحد، لازمها فما حضور ثاني، فما ثقه في النفس ان الاولمبي البيجي الوقت الحاضر نقول له برافو على كل المستويات، المباراه مازالت ما فاتش، ولكن الاولمبي البيجي على المستوى الفردي او على المستوى الجماعي قاعد قايم باللي هو يلزمه يقوم به لاعب او مجموعه. يمكن كل شيء ممكن اكيد في كره القدم، مباراه ما تنتهي الا مع تصفيره الحكم، والحكم في هذه المباراة هو سليم الجديد، وكان فما انذار لكن تبعوا العملية وتعود من دفاع نادي الصفاقسي، كان فما انذار في وجه انيس مطر باشا مدافع الاولمبي البيجي. خليه الفرصة للاولمبي البيجي باش يرجع. تعود من جديد لحمزة يونس، حمزة يونس البحث على التسديد يسدد، وتعود من دفاع الاولمبي البيجي، ترجع من دفاع الاولمبي البيجي، الضغط من خط هجوم نادي الصفاقسي، شادي الامام الى مامان يوسفو ما يخش الكره كما يلزم، يتدخل كونستان مومبيلي
اللي في عكس هجوم لصالح الاولمبي البيج يطلب في الموسيانت ممتاز كونستون مومبيلي يخترق دفاع الاولمبي النادي الصفاقسي ويضيع الكره يضيع الكره كونستون مومبيلي تعود من جديد لصالح النادي الصفاقسي يبقى كونستون على الميدان حمزه يونس وترجع الكره لكن مازال الهجوم لنادي الصفاقسي الى شادي الامامي بحث على التسديد يسدد ومرة أولى ثم مرة ثانية يأخذها سامي النفزي حاب نذكر قبل نهاية المباراة قبل نهاية 90 دقيقة بالأسماس HF1 إذا كان تتوقع فوز الأولمبي البيجي HF2 إذا كان تتوقع فوز النادي الصفاقسي وHF3 إذا كان تتوقع أن المباراة ستنتهي بالتعادل في 90 دقيقة على رقم الأسماس 87 و500 دينار نذكر كاش في انتظار الفائز في هذه المسابقة ويعني إذا كان فما عنا بعض الصور الزملاء في الإخراج يعني كابتن نشوفوا يعني مثلا سامح الدربيلي وكذلك موندونغا يعني بدا الارهاق يظهر ممكن على لاعبي الاولمبي البيجي. بون الارهاق والتعب عادي جدا خاصه من ناحيه الاولمبي البيجي اللي قاموا بمجهود جماعي كبير على مستوى الدفاع على مستوى الهجومي وخاصه سلطاني سامح الدربيلي صابر محمدي مهدي حرب الناس الكل قامت بواجبها الدفاعي. هذا اللي ما ريناهش في المقابل من نادي الصفاقسي ولو ان تو المباراه بدات تتمطط معناها ما عاد فما لا معناها هجمه بهجمه معناها فرصه فما فرصه كبيره لكريم ساكسيان باش تعدد وفرصه كبيره زاد بالنسبه في اخر الوقت هذايا للاولمبي البيجي لتعميق النتيجه خاطر تو مش نشوفوا اتاك باتاك تو اكيد وهذا معناها هجمه بهجمه بدايه هجمه لصالح النادي الصفاقسي محمود بن صالح الى فتح الغرب فتح الغرب الى اوشي اوغبا يعمل عمليه فنيه ما توصلش يدخل علي الهمام علي الهمام يطول الكره في اتجاه سمح الدربيلي قبله فتح الغرب فتح الغربي يراوغ ممتاز فتح الغرب فتح الغرب فتح الغربي وتدخل من موندونغا الى صابر محمد يقص الكره حمزه يونس لكن فما مخالفه على حمزه يونس لصالح النادي الرياضي الصفاقسي مخالفه لصالح النادي الرياضي الصفاقسي في توقيت 39 دقيقة و30 ثانية تقريبا 6 دقائق لنهاية المباراة والتقدم 1-0 لصالح الأولمبي البيجي هدف مهدي حارب في الدقيقة 24 من الفترة الأولى. ما زالت جماهير نادي الرياضي الصفاقسي تشجع الفريق في انتظار هدف التعادل بينما جماهير الأولمبي البيجي أكيد تشجع فريقها للمحافظة على النتيجة ولما لا تدعمها في هذه المباراة. هذه مخالفة كمال زعايب وترجع من الدفاع فما حد من مهاجمي الاولمبي البيجي في هذه الكره شاكر البرقاوي باش يطول الكره اكيد بالفعل طويله فتجي حمدي رويد يلعب في محور في مركز قلب هجوم لكن فما تسلل على خط هجوم النادي الرياضي الصفاقسي حيره كل الحيره على المدرب لوكا بيروزوفيتش مدرب النادي الرياضي الصفاقسي في هذه الدقائق اكيد مازال عنده تغيير في تشكيله النادي الرياضي الصفاقسي وكذلك تغيير في تشكيله الاولمبي البيجي سامح الدربيلي فما حد تبع في الكوره ياخذها محمود بن صالح الى شاكر البرقاوي شادي الهمام محمود بن صالح تدرج بالكوره من لاعبين النادي الرياضي الصفاقسي طويله في اتجاه هيكل القمامديه مع علي الهمامي ويضيع الكوره تعود برمي التماسي لصالح النادي الرياضي الصفاقسي رمي التماس لصالح النادي الرياضي الصفاقسي من الجهه اليسار لخط هجوم النادي الصفاقسي يمشي فتح الغربي خليها الى مامان يوسفو عنده تماس طويل هذا اللاعب الايفواري في تشكيله النادي الرياضي الصفاقسي ينزل حامد رويد للهجوم مامان يوسفو يطول الكور وتعود من الدفاع ويحاول يعكس الهجوم النادي الاولمبي البيج صابر المحمد وفما مخالفه من حامد رويد بالفعل خالف على خط هجوم الاولمبي البيج هو لازم يعمل المخالفه هذه خاطر كانت معناها في فنيه اي لا معناها في تكتيكيه معناها في طريق مفتوح كان كونتر اتاك هذا هجوم ايمن السلطان ايمن السلطان الى قيس مخلوف وحاول يمر الى ايمن السلطان لكن كيف واحد يقول مع الاسف معناها كورتنا توصل تعمل السعيب وتحبك الواحد وتوصل حتى 18 متر ثم اخر توزيعه او اخر كنترول او اخر تسديده تكون معناها من الناحيه الفنيه صفر معناها محاوله كما كاين ما يلزمش تخسرها لا الاولمبي البيجي ولا محاولات الاخرين كيف وهذا هجوم لصالح النادي الرياضي الصفاقسي وفما 6 امتار
وفما 6 امتار بعد صدام الكره باوشي اوغبا كان معاه في العمليه انيس مطار باشا. تقدم الى حد الان هدف مقابل 0 قلت الاولمبي البيجي. النتيجه هذه تحققت 13 مره في تاريخ المواجهات بين الزوز فرق، 8 مرات للنادي الصفاقسي و5 مرات للاولمبي البيجي اخرها في الموسم الفعل. طويله الكره من سامي النفسي، ياخذ الكره كمال زعايل، ابراهيم كامارا، موندونغا، موندونغا من الجهه اليمين، موندونغا الى صابر المحمد، صابر المحمد ما توصلش الكره، ترجع الى موندونغا من الجهه اليمنى، يحاول يوزع يبحث عن ايمن السلطاني على مرتين جاسم الخلوف. ارتباك من جاسم الخلوف لكن يصلح هذه الكره طويل في اتجاه مامان يوسفو، مامان يوسفو يبحث عن المساند ما فما حد، مامان يوسفو ممتاز التمرير الى اوشي اوغبا، اوشي اوغبا وتدخل من انيس ماتاربش، انيس ماتاربش الى ايمن السلطان يحاول يخلط محمود بن صالح يعمل تغطيه على الكره ويربح رمي التنس. الوقت يمر على النادي الراذي الصفاقسي في هذه الدقائق الاخيره، الوقت يعني يمر بسرعه على النادي الصفاقسي ويمر ببطء شديد على الاولمبي البيج. كمال زعايل في اتجاه حمد الرويد متسلل بالفعل، المتسلل حمد الرويد ولا يلعب في كمهاجم في هذه الدقائق. ياخذ وقت انيس مطار باشا في تنفيذ المخالفه لصالح الاولمبي البيج. تكون الكاس الثاني للاولمبي البيجي بعد كاس 1993. هذه خطير ايمن السلطاني التسديد، وفي دين جاسم الخلوف، وفي دين الحارس جاسم الخلوف حارس مرمى النادي الراذي الصفاقسي. معناها ان الوقت هذا ان الاولمبي البيجي قاعد محافظ على الهدوء نتاعو، خاصه على حمايه المرمى نتاعو بكل هدوء، واذا مازال يكمل يعمل في التسلل في الوقت هذا يعطيك فكره ان هذا الدفاع يعني مش قاعد يسرع، قاعد يلعب معناها صحيح، وهذا هو اللي يكون يعمل الفارق، ولو ان مهاجمي نادي الصفاقسي زاد عاونوا الدفاع الاولمبي البيجي. إيه لحظات الاخيره في انتظار قداش باش يرفع الحكم كوقت بدل ضايع، وبدات الشماريخ من الجهه اليمنى لجهه يعني من جهه السبوره اللامعه على يمين المنصه الشرفيه من جهه جماهير النادي الراذي الصفاقسي. ثلاثة دقائق او فما تغيير، فما تغيير لصالح النادي الاولمبي البيجي، حامل القميص رقم 12، حامل القميص رقم 12 هو خليل الجلاسي ياخذ مكان سامح الدربيل، سامح الدربيل يغادر وخليل الجلاسي ياخذ مكانه في هذه اللحظات الاخيره من المباراه. هجوم لصالح النادي الصفاقسي، مامان يوسفو ينفذ اكيد رمي التماس طويل، مامان يوسفو يوزع، مامان يوسفو يدخل الكره، خطير خطير الكره وضيع الفرصه على النادي الصفاقسي. فرصه محاوله، ما نقولوش فرصه، محاوله من كمال زعيم، معناها الوحيد نقولوا اللي معنا من اول مباراه هو قاعد يعمل في يحاول باش يخرج فريقه بكل على مستوى الفردي والمستوى الجماعي من ليترجي هذا الركود. ما ريناش الصفاقس كالعاده، ولكن رينا باجا خارق العاده، رينا باجا منظمه على مستوى الدفاعي، رينا باجا في وسط الميدان الرولي هذا كاميرا خارق العاده، رينا باجا في الهجوم تبعوا الهجوم وتدخل من سامي النفس، رينا باجا في الهجمات المعاكسه معناها ولو انا اهدرت عده فرص، بقى نستناو النتيجه النهائيه، ولو ان الاولمبي الباجي لحد الان قاعد صامد يقولوا بهدوء بهدوء، وهذه هي ميزه كبيره ياسر في نهائي كما هكا بعد 90 دقيقه، معناها ما سي با فوليغ وقعد يلعب كما بدا. كل اللحظات الاخيره ما نعرفش اذا كان الزملاء في الاستماع الحكم سي مجيدي ما نعرفش قداش اضاف من دقيقه، ثلاثه دقائق او اربعه دقائق، اربعه دقائق كوقت بدل ضايع في هذه الفترة الثانية، مروا منهم إلى حد الآن دقيقة و40 ثانية في فترة ثانية أو في مباراة بين النادي الصفاقسي والأولمبي البيجي، ما زال التقدم 1-0 للأولمبي البيجي، هدف مهدي حرب في الدقيقة 24 من الفترة الأولى، ونشوف كذلك في لاعبي الترجي الراذي التونسي اللي باش يتسلموا أكيد رمز البطولة في مع نهاية المباراة لاعبي الترجي
دخلوا للميدان من اجل تسلم لقب البطوله كي 22 للترجي الذي للتونسي. لحظات الاخير فتح الغرب طويله من فتح الغرب تعود من انيس مطار باش تسديد من حمزه يونس حبي باخذ حمزه يونس لكن كورته ضايعه 6 امتار لصالح الاولمبي الباش. تقريبا كل الجماهير لهنا واقفه في ملعب 7 نوفمبر برادس في انتظار نهايه المباراه بين النادي الاهلي الصفاقسي والاولمبي الباش. ستعود الكره من سامي النفسي. سامي النفسي طويله الكره ياخذها شاكر البرقاوي بالراس الى شادي الهمام. شادي الهمام ينطلق من الجهه اليوم شادي الهمام ويتدخل مهدي حارب يحط الكره في التماس رمي التماس لصالح النادي الاهلي الصفاقسي. مامان يوسفو اخر عمليات لصالح النادي الصفاقسي وترجع لصالح سامي النفس. هذا يقول الحكم لانه احتجاج من جماهير النادي الصفاقسي بينما بنك الاولمبي البيجي كله واقف في هذه الدقائق. طويله من سامي النفس باتجاه ايمن السلطاني قبله محمود بن صالح ياخذها محمود بن صالح من جديد طويله الكور الى هيكل جمامدي قيس مخلوف مرة أولى ثم مرة ثانية استماتة كبيرة على الكرة مباشرة في التماس رمي التماس لصالح النادي الاهلي الصفاقسي في هذه الثواني الأخيرة. استماتة كبيرة من أولمبي الباجي استماتة كبيرة حقيقة إن با لا شي المرسو للآخر دقائق. هذا هجوم حمد رويد يسقط حمد رويد حكم يقول ما فما شيء تمشي الكرة لسامي النفس أكيد إن شاء الله أكيد باش نتابعوا كل العمليات اللي فيها بعض الشك التحكيميه. هذا هجوم جديد لصالح النادي الصفاقسي تعود من الاولمبي البيج ضغط كبير من خط هجوم النادي الصفاقسي. حمزه يونس طويله الكره من حمزه يونس لشادي الامام توصل الكره الى مامان يوسفو يوزع وفما ركنيه اعتقد بالفعل اعتقد الفرصه الاخيره لصالح النادي الاهلي الصفاقسي يلعب بسرعه كمال زعيم يوزع خطيره وتعود من دفاع النادي الاولمبي البيجي مباشره في التماس ونهايه المباراه. نمشيو الى فاصل ثم نعود بسرعه. حاضرة تشوينك؟ تاكسي أحبك حبا لو تحبين مثله. اختار الفخفاخ اللي يساعدك مع انترنت موبيل متاع تونيزيانا عيش الدنيا لايف. تتويج اول بتاريخ 13 جوان 1993 تتويج ثاني بتاريخ 22 ماي 2010. مبروك للاولمبي البيجي حظ اوفر للنادي الاهلي الصفاقسي في قدم المسابقات القاريه والوطنيه. الاولمبي البيجي اللي انتصر بهدف مقابل صفر هدف مهدي حرب منح الانتصار واللقب للاولمبي البيجي. كان ضربه جزاء في الدقيقه 24 من الفتره الاولى اعطى بها اللقب والكاس للاولمبي البيجي موسم 2010. اذا البطوله للترجي والكاس الاولمبي البيجي كابتن يعني مباراه كيفاش شفتها بصفه عامه؟ هاي مباراه كما قلنا احنا تكلمنا في الشوط الاول والشوط الثاني نقولوا فريمون برافو الاولمبي البيجي اللي يكون حذر المباراه نتاعو احسن من النادي الصفاقسي حذرها على كل المستويات يكون والمباراة هذه نوعية المباراة هذه اللي تبدا امبو فيرمي كي يكون اللي يسجل الاول هو عنده اكثر حظوظ للفوز. نقولوا مرة اخرى برافو البيجي. علاش نقول انا برافو الاولمبي البيجي في اخر لحظات عادة ما الفريق يفقد توازنه
خسر عن مستوى الدفاع ويبدا متقدم الاولمبي الناجله. كان كما قلت كان هذا اعطانا درس في الهدوء خاصة، نزيد نقول حقيقة ان الهدوء هذا يعاونوا فيه معناها المهاجمين تاع نادي سويخسي زيتي ستاتيك ما قدموا حد شيء للوسط الميدان، ما قدموش الحلول، ما كانتش حيوية، ما كانتش ماريتم، ولكن هذا ما يمنعش ان الاولمبي الباجي استحق معناها اولما استحق هذه الكأس، ونقولوا له مرة أخرى مبروك وبرافو الاولمبي الباجي. كما قلت لقب ثاني للاولمبي الباجي اللي تحصل على كاسه الاولى سنه 1993 ضد المستقبل الرياضي بالمرسى، ثم لقب ثاني ضد النادي الرياضي السفيقسي في مباراه اليوم. النادي الاولمبي الباجي اللي انهى البطوله في المرتبه السابعه يتحصل على كاس سياده رئيس الجمهوريه موسم 2009-2010 للنادي السفيقسي اللي خلى اللقب الى منافسه في مباراه اليوم الاولمبي الباجي بعد حصول النادي السفيقسي على لقب الموسم الماضي. الاولمبي البيجي هو اللي ياخذ الكاس في هذا الموسم. مبروك مره اخرى لجماهير الاولمبي البيجي اللي امامكم في الصوره، جماهير كبيره حاضره في ملعب 7 نوفمبر بيرادس، كذلك جماهير نادي سفيقسي. تصفيق يلزمنا كبيره، تحيه كبيره لجماهير نادي سفيقسي اللي كانت حاضره باعداد كبيره في هذه المباراه وساندت الفريق الى نهايه المباراه. لكن مباراه الكاس او النهائي يهز فريق برك واللي يهز اللقب كان الاولمبي البيجي في مباراه اليوم، كما كان النادي السفيقسي في مباراة الموسم الفارط. فرحة كبيرة من لاعبي الأولمبي البيج على حافة الميدان وكذلك من جماهيره في المدرجة. نظن اللي عاون أكثر زاد الأولمبي البيجي ما ننساوش اللي عرف متاعب وصعوبات شوية في نهاية الموسم ونجح في تأمين مكانه النخبة، ولكن ما ننساوش اللي المباراة الأخيرة للأولمبي البيجي يحتمل هذيك كانت بروفة لهذه المباراة، معناها آخر مباراة انتصر فيها خارج القواعد نتاعو. الاولمبي البيجي ستيل نتاعو هو الانكماش في الدفاع ثم الهجومات المعاكسه ينجح فيها عليه، خاطر عنده مواصفات تاع لاعبين اللي سريعين، عنده مواصفات تاع لاعبين اللي يفرضوا لي دويل ويرجعوا فيهم كما ايمن السلطاني، كما سامح الدربالي، كما صابر محمدي، كما مهدي حرب. هذا كل يكون جهز نفسه احسن تجهيز واحسن اعداد واستعداد لهذه المباراه كانت من طرف ومن جانب الاولمبي البيجي، والحق يقال الميريت ستكوب، نقولوا له برافو اون كور اون فوا. وكما تشوفوا يعني باش نبداو اكيد تسلم الميداليات من سياده رئيس الجمهوريه اللي شرفنا بحضوره في هذا النهائي كاس فخامه سياده رئيس الجمهوريه موسم 2009-2010. هذا بشير الحساني المساعد الحكم الاول اللي باش ينالوا شرف المشاركة في نهائيات كأس العالم بجنوب أفريقيا، الحكم التونسي الوحيد أو الاسم التونسي الوحيد في جنوب أفريقيا. نعطيكم أنا أبطال النهائي بالنسبة للأولمبي البيجي، اللاعبين اللي شاركوا واللي ما شاركوش زاد في هذا النهائي لأنه استحقاق الفوز بلقب الأميرة: كريم العموري، سامي النفزي، قيس العمدوني، نضال النفزي، قيس مخلوف، أنيس مطار باشا، علي الهمامي، باسم السباعي، حمدي الورهاني، رامي الفرشيشي، ابراهيم كامارا، مهدي حرب، صبر المحمدي، خليل الجلاسي، ايمن الكثيري، سامح الدربالي، ايمن السلطاني، نزار قربوش، محمد علي الدربالي، كونستون مومبيلي، شادي العمري، وفوستاتان دوبوكوليون. كذلك تسلم بدايه تسلم الميداليات من النادي الرياضي السفيقسي، الفريق المنهزم في هذا النهائي، وكذلك بعده باش يتم تتويج الفريق اللي يتحصل على الكأس الأولمبي البيجي، ثم الترجي اللي يتحصل على لقب البطولة. 23 لقب بالنسبة للترجي، ولو أنه لقب يعني كان قبل الاستقلال موسم 1942، لكن منذ الاستقلال الترجي منذ 1959 بدأ يحصد في الألقاب إلى هذا الموسم 2010، يعني 22 لقب بدون احتساب اللقب اللي خذاه قبل الاستقلال، ولو انه لقب يعني قبل الاستقلال وبعد الاستقلال هو لقب كبير. والله قداش مرة هذه جبدناها وتناولنا هذا الموضوع ما بعد وقبل الاستقلال، هي تونس وهما الفرق نتاعنا واسمها الترجي واسمها نادي الرياضي حملين في نفس الشيء بالنسبة لنادي الرياضي حملين في حكاية الكؤوس، معناها أنا ما عرفتش إلا عن احنا الحساب هذا نحسبوا فيه ما بعد وما قبل وما بين معناها إذا الترجي التونسي
يتحصل على بطولات او النجم هذه الساحل يتحصل على بطولات في معنى 1945 ولا 1948 او حتى سي بي حتى كذا نحسبوا لهم نتاعهم هذا تاريخهم. معناه ما تنجمش انت تجي واحد من حياته كلها وتنحي له منها 10 او 15 سنه. اتمنى ان المكتب الجامعي الجديد معناه ينحينا هالمظلمه ذي ويرجع التاريخ الحقيقي للانديه نتاعنا. معناه سوء ما بعد وما قبل الاستقلال. معناه بالنسبه لي انا ما من الوقت الحاضر مانيش فاهم بعد الاستقلال وقبل الاستقلال. اكيد كل التتويجات هي بالنسبه للفرق التونسيه. معناه اسمع ترجي نادي تونسي ما قبل الاستقلال اسمع ترجي واسمع نادي حملم واسمع نادي سيابي واسمع نادي البنزرتي واسمع الملعب التونسي. دونك معناه نخليو لهم التاريخ نتاعهم ما لازمش ان شاء الله ان شاء الله بون هذه توا احنا طلبنا بها منذ سنوات ولا واحد سمعك ولا واحد عمل حاجه. اكيد اللاعب الاولمبي الباجي هذا الهادي المقراني المساعد المدرب المساعد للاولمبي الباجي امتياز الاولمبي الباجي في هذه المباراه. كذلك النادي الرياضي الصفاقسي قلت حاضر بامتياز المره الثانيه في النهائي بالنسبه لفريق عاصمه الجنوب حاضر بامتياز في النهائي كاس رئيس الجمهوريه. مازال لاعبي الاولمبي الباجي يتسلموا في الميداليات في انتظار قائد الفريق صبر المحمدي اللي باش يرفع اللقب الغالي على كل البجيه لقب كاس رئيس الجمهوريه موسم 2009 2010. يعني الاولمبي الباجي اللي بدا موسم سيء ممكن نوعا ما ثم رجع في البطوله قلت انهى يعني البطوله في المرتبه السابعه بعد انتصاره في الجولة الأخيرة. وفي هذه اللحظة يتسلم صابر محمدي من لدن سيادة رئيس الجمهورية لقب الأميرة الغالية. مبروك مبروك للأولمبي البيجي ولكل جماهير الأولمبي البيجي هذا اللقب الثاني في تاريخ الفريق بعد موسم 1993 13 جوان 1993 22 ماي 2010. هو اللقب الثاني كذلك الرئيس الاولمبي البيجي مختار النفزي وكذلك يعني خدم برشا مع الفريق من اجل الحصول على هذا اللقب. ولو انه ما نحبوش نشخصوا الالقاب يعني سواء للمدرب او للرئيس او للاعبين هم اللي قدموا المردود وكذلك المدرب رشيد برحوت قلت اللي يعني جابوا الفريق الاولمبي البيجي لقياده سفينه الفريق في هذا الموسم توج معاه بلقب الأميرة الغالية كأس فخامة سيادة رئيس الجمهورية موسم 2009-2010 في انتظار بعد قلت يتسلم الترجي لقب البطولة. وهكا يعني ينتهي هذا الموسم الرياضي موسم رياضي طويل فيه برشا أحزان بصراحة كابتن في كرة القدم التونسية عدم مشاركة المنتخب في نهائيات كأس العالم كذلك مشاركة مخيبة لمنتخبنا الوطني في نهائيات كأس إفريقيا إضافة إلى بعض الأشياء اللي شفناها من عنف وشغب خليت أكيد إن شاء الله موسم هذايا نقولوا للنسيان في كرة القدم التونسية. لا مش للنسيان لازم ناخذوا العبرة منه خاطر كل مرة نقولوا للنسيان ودول أمور عملت تتفاقم وقولوا إن شاء الله كل ما حدث في هذا الموسم الكروي من سلبيات ومن أشياء لا تليق لا بالكرة التونسية لا بعادات الجمهور التونسي نقول ان حان الوقت لاخذ العبره مما حصل كل طيله هذا الموسم او المواسم التي انقضت وناخذوا العبره وناخذوا الدروس اما ناخذوا القرارات اللازمه ما شو القرارات راهي مش بالكلام مش بالكلام مش بالمنتديات مش بالاجتماعات القرارات هي افعال. معناها اذا انت معك القانون احنا شو نطلبوا من المكتب الجامعي الجديد انت طبق القانون اذا طبق القانون تو الدنيا كنت تنضاف. اكيد كما حكينا اكيد على الاولمبي البيجي واستحقاق الفوز بالكاس استحقاق الفوز بالبطوله. بالنسبه للترجي اللي خذ البطوله سنوات 95 76 87 85 92 95 89 91 92 99 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2009 و2010. يعني رقم قياسي بالنسبه للترجي حصوله على لقب البطوله وكذا هو رمز البطوله باش يسلموا قائد فريق الترجي مايكل إيرامو اللي جدد عقده كذلك مع فريق الترجي الرياضي التونسي لموسم اضافي. واضح يعني البطوله سيتسلمها مايكل من سيادة رئيس الجمهوريه مايكل إيرامو المهاجم النيجيري
اللي ما مشاش اللي مش يمشي مع المنتخب النيجيري الى نهائي كاس العالم. كذلك حمدي المدب رئيس الترجي اللي تعب برشا في سبيل الحصول على هذا اللقب. ومبروك مبروك مبروك كذلك للترجي الرياضي حصوله على لقب البطوله بعد موسم كبير قدمه الترجي. كانت منافسه مع في الامطار الاخيره مع النادي الافريقي، لكن اكيد كما الكاس ياخذها فريق واحد البطوله ياخذها فريق واحد، وكان الترجي ومبروك ليه الترجي حصوله على رمز البطوله لموسم 2009 2010. شكرا لسياده رئيس الجمهوريه، شكرا لسياده رئيس الجمهوريه، شكرا لسياده رئيس الجمهوريه على تشريفه بحضوره معنا في هذا الدور النهائي لكاس فخامته موسم 2009 2010. شفنا مباراه باهية على الاقل، خلينا نتمناو او نحلموا بموسم قادم جيد في كره القدم التونسيه مع المنتخب باش يبدا يشارك في تصفيات كاس افريقيا الامم 2012 في مجموعه فيها تونس، بوتسوانا، تشاد، مالاوي، والمنتخب اللي كان معاقب ثم يعني تم سمحوه هو المنتخب التوغولي معانا في نفس المجموعه. 1 جويلية 2010 يلزمنا يعني التاريخ هذا يا كابتن، كابتن هذا 2010 يلزمنا ناخذوه. تونس وبوتسوانا هو اول مباراه في تصفيات كاس افريقيا للامم 2010. احنا نمشيو الى فاصل ثم نواصل. للأولمبي الباجي بحصوله على هذه الكاس، وأيضا للترجي الرياضي بتتويجه اليوم بالبطولة. تفضل هيثم لك الخط. عادل إلى جانب أصحاب كأس تونس، إلى جانب علي الهمامي ساعلي، صراحة مبروك بكل استحقاق معناها التتويج هذايا. والله الحمد لله، ظهر لي التتويج ما جاش بارازار، جا بعد خدمة كبيرة وعلى طول العام، والحمد لله ما خيبناش ربي وتوفقنا وعاودنا السيناريو نتاع ستاد تونيزيان. والحمد لله نفس السيناريو، تعاود ماركينا من الاولى، حاولنا عرفنا كيفاش نستحفظوا على الريزلتا وتوجنا في الاخر. شكرا لك. ايضا عادل الى جانب مهاجم الباجي ايمن السلطاني. ايمن صراحه باش يلوموا عليك برشا خاطر ضيعت، كان النجم يكون نتيجه اثقل من هكايا. لا والله بالعكس، فهمتي ما جاتنيش كوره فهمتي باش نجم نقتل بها المباراه. الحمد لله انتصرنا فهمتي، روحنا بالكوب، مش معناها ما نلوجوش في شكون ضيع وشكون ماركا ليسونسيال، احنا روحنا بالكوب. ان شاء الله مبروك علينا ومبروك على جمهور باجا هذايا كل اللي فرحناهم وشدها في ربي ان شاء الله. وينو المريول نتاعك؟ هذايا مريول العموري، مريول رميته للجمهور، هذايا مريول العموري. ايضا مع دائما مع لاعبي الاولمبي الباجي، صراحة مبروك الساعة التتويج هذايا، ويظهر لي لاعب دور نهائي في حد التتويج وتزيد تروح بالاميرة يعني الباجا، يظهر لي المخارق دورت حلوة برشا اليوم. الحمد لله قبل كل شيء يبارك فيك، صحيح المخارق دورت حلوة برشا، حلوة على يظهر لي على شعب تونس اللي حب الاولمبي الباجي يتوج اليوم. وبالمناسبه هذه الحمد لله نهديها الانتصار هذا لامي وبابا، الخطيبتي، النسابي، الاهلي في جربه في جلمه، نقول بالمناسبه هذه اللي احنا في جلمه سنا هزينا الدوبلي زياد درفالي هذا الشامبيون وانا هزينا كوب، ونهدي للرئيس بتاعنا اللي جاي. شكرا لك، شكرا لك. دائما عادل على المباشر. هيثم عادل معايا سيد مختار النفزي رئيس الاولمبي البيجي، يظهر لي تتويج استنيته برشا بيجا، استنيته انت برشا، معناها يظهر لي موسم كان صعيب لكن فيه بفرحة كبير في بيجا. توفيق من الله معناتها اللي هزينا الكاس هذه اللي تعتبر معناتها الاولى في اول عام معناتها شديت فيها جمعية، هذا كل الفضل معناتها يرجع للجروب باهي والانفيرونمون الباهي والامبيونس اللي موجوده حول الفريق. وبالمناسبه نهدي الكاس هذه لسياده الرئيس اللي لولا هو لا جرجيس ولا باشا ولا واحد ينجم يوصلوا يهزوا كوب كيف هذايا، في ان وفر لنا الانفراستركتور، وفر لنا الظروف الباهيه اللي خلات معناتها الجامعات هذه تخدم وتوصل بوركوا با لو تروفي، بوركوا با اونوري. وتعرف نقول لكم حاجه، الكاس خير من البطوله، على خاطر فيها شفت العرس هذايا في البطوله ما تحسش به 26 مقابله، احنا كي نلعبوا خمسه. ايش عليك جماعه الترجي؟ لا مبروك عليهم، هم مستانسين الترجي، الترجي قداش من كوب فهمني. ما نقولوا احنا في الفينال معناتها ديما كاس عنده شارم خاصيته بحضور اعلى هرم في السلطه، معناتها ما نتصورش ما فماش ما احلى منك. يقول لي تتويجي خليك تواصل المشوار مع الاولمبي البيجي في راحه كبيره وفي اجواء ممتازه. انا راني معناتها ولد فيس دو كلوب، معناتها لعبت في الجمعيه ملي عمري 10 سنين و11 سنه ملي زيكول وتكونت فيها وتربيت فيها، وفضل كبير، فضل كبير علي تكون شخصيتي فهمني. هذا ما هذا قطره من معناتها من بحر اني باش نرجعوا للجمعيه نتاعي.
شكرا لك طبعا خالد، وهنيك هنيئا مرة أخرى للأولمبي البيجي بين الفوز. نجم نقول لك مبروك نبيل، يعيشك بيك فيك، مبروك علينا كل في بيجا، خاطر مبروك على أحباء الأولمبي البيجي، على بيجا كاملة كولاية كاملة وشمال غربي كل. تعرف الكأس هذه ثاني كأس في تاريخ الأولمبي البيجي، دونك نتخيل اللي يظل من برج العامري حتى البيجا باش تكون ليلة ولا ألف ليلة اليوم. اكيد اجواء كبيره وما نعرفش شكون من الاولاد الزملاء يطلب كلمه. اهلا وسهلا عادل، الى دائما في ظروف المباشر نضال ساعه، مبروك عليكم التتويج هذا اللي صراحه استحقيتوه اليوم. والله استحقيناه، وكما شفت فهمت يا طول المقابله بدينا الناس بالكدا في البارتي من الاول، اما بعد الحمد لله خذينا لقينا الروبير نتاعنا والحمد لله تواصلنا باش ماركينا بوت وتواصلنا باش نحافظوا عليه. انت خرجت لاباس ساعه اصابه؟ عندي اصابه مش اوت الاول، عندي لي زادكتور فهمتي وجعوني، والحمد لله الحمد لله الاولاد الكل كانوا واحد برك، الاحدى جوار كانوا واحد برك ان شاء الله. شكرا لك دائما عادل، رجع لك الخط ومره اخرى بالتوفيق للاولمبيا الباجي. شكرا هيثم حاتم، اكيد مقابله كانت مثيره، الاولمبي الباجي حسمها بضربه جزاء، ادى اداء ممتاز سيره المقابله. نادي رياضي الصفاقسي صراحه لم يكن في يومه مقارنة ببقية المقابلات اللي خاضها، خاصة في مسابقة كأس بما ذلك في مباراة النادي الافريقي والترجي الرياضي في هذا الملعب بالذات. صحيح، قبل كل شيء مبروك الباجا ومبروك كل محبي الأولمبي الباجي اللي الحقيقة معناها ما سرقش الانتصار نتاعو، كان فريق معناها واقف صحيح فوق الميدان وسحق الانتصار نتاعو، لكن احنا كي نرجعوا ثلاثة مقابلات الأخرانية نتاع النادي الصفاقسي في البطولة تحس ثان النادي الصفاقسي مش قاعد يقدم في مقابلات، زوزها زي متعادل معناها الصفاقس، وهذا خلى حيرة كبيرة معناها لدى الجماهير. اليوم المشكلة مش في الخسارة، يمكن حبينا النادي الصفاقسي حتى التنرفيز نتاعو مش على خسارة، لأنه مقابلة نهائية تنجم تخسر، لكن طريقة اللعب النادي الصفاقسي ما تحسش ثم فون جو في الفريق، ما تحسش اللاعبين معناها يقدموا في الإضافة، ثم نوعا ما النادي الصفاقسي خلق فرصة ولا اثنين، لكن ما كانش اختير تيلة المقابلة في الشوط الثاني بعد الأولمبي البيجي ما سجل هدف واخر التالي، حاول النادي الصفاقسي يضغط لكن ما خلف ما عمل حتى اختار. نقول احنا واضح جمعية كما النادي الصفاقسي عندها تاريخ، فريق كبير يضم معناها يضم عدة لاعبين اللي لاعبين ممتازين اللي ينشطوا في الفريق الوطني، والنادي هذا قاعد المسؤولين نتاعو يصرفوا معناها البيجي نتاعهم معناها من الفرق الكبيره. عادل اليوم كي راهو تفضل. شكرا حاتم، نستسمحك باش نمشي تقريبا هيثم يطلب كلمه له. عادل الى جانب انيس مطر باشا ايضا في ديه الاميره. انيس يظهر لي اغلى هديه اليوم في بعض المباراه هذيا، بطبيعه هذيا تكون اغلى هديه، الاغلى باجيه للباجيه الكل يستحقوا التتويج هذا، جمهور باجا وكامل كامل ولايه باجا والكيف الشمال الغربي بصفه عامه يستحقوا التتويج هذا، والحمد لله كنا الاميره هذه نستحقوها. يا هيثم على كل حال في انتظار تصريحات اخرى على الطاير ومواكبه حصريه ومباشره لقناه حنا بعال لتتويج الاولمبي الباجي بكاسه وتتويج ايضا الترجي الرياضي بالبطوله. حاتم تفضل لك الخط. معنا الاولمبي الباجي الحقيقه معنا اليوم تحس فريق واقف صحيح فوق الميدان، تحس ثم جمل كرويه معناها ممتازه من وسط الميدان نتاعهم، تحكموا يلعبوا لينسيلتوش دوتوش، تحس معناها نوعا ما لو كان كانوا مركزين كانوا يجموا يقتلوا المباراه في كيف خدام. او نسال نبيل، بما انك تحكي على الاولمبي الباجي، شو الشيء اللي عمل فارق صراحه الاولمبي الباجي اليوم نبيل حسب رايك؟ عادل ولا شفنا مرة أخرى نستسمحك نبيل الأولوية للمباشر والتصريحات، تفضل هيثم من كل خط. عادل بالنسبة لي الشيء اللي عمل الفارق هي ضربة الجزاء اللي كان سجلها مهدي ساعة، كنا نحكيو على ضربة جزاء نعاودوا نسترجعوها كيفاش جات. ضربة جزاء لا من الحمد لله رب من أول عام ديجا أي ديناسيون ديما سيرشي كلاسمون في روحي و جيت الكرة قدمت شوت ركزت حت اخترتك والحمد لله ربي شتها وتوفيق ديما عند ربي الحمد لله. يظهر لي ضربة جزاء باش تقول تكون ثمينة برشا في حياتك الكروية. تقعد لي تاريخ هذيك في حياتي ضربة جزاء هذيا في نهاية كأس تونس الحمد لله ربي، وبالمناسبة هذي الكوب. باهي. شكرا هيثم، نواصل الحديث على الفارق ربما اللي اليوم خلى الأولمبي الباجي يتمكن من الفوز بهذه الكأس وهزم النادي الرياضي الصفاقسي. هو شفنا عاد الاولمبي البيجي معناها على مدى الموسم هذا وخاصه معناها
في فاز روتور. شفنا الاولمبي البيجي تقريبا تكمن قوته في وسط الميدان اللي تالف معناها من كاميرا اللي لعب هذا بالمناسبه قدم مقابله كبيره وكبيره برشا. الكاس في طريقها الى الاستوديو التحليلي طبعا بالنسبه لقناه حنا بعد. العربي الهاتفي زميلنا اللي طبعا سبق الكاس في انتظار التحاق بقيه نجوم ولاعبي النادي الاولمبي الباجي طبعا بعد هذا التتويج. عادل عادل قلنا هيثم اهلا وسهلا عادل شقاطعك مره اخرى الى جانب يعني النجوم اللي صنعوا الحدث اليوم في ملعب رادس. ساعه نبداو بالمدرب سيرشيد. انت تصورت سيناريو باش يكون في الاخر يا اخي جاتك سجلت من الاول اللي خلت تلعب معناها خير تلعب اريحيه اكثر ولينا لاعبين الاولمبي الباجي معناها وراوا الامكانيات اللي عندهم. بون كيما قلت لهم من قبل المقابله هذه قلت لهم تعرفوا حتى واحد جاب لكم لا دمي فينال حتى واحد جاب لكم لا فينال انتم اللي جبتوها اللي كان ما كانش لعب مليح ما كانش مدرب. بون دي بون جوار فون سوفون ان بون انترينور. بون ان شاء الله ماشي يكون بون انترينور مي كوميم سي غراس الخدمه تاعهم واش خدموا من اكتوبر حتى لهنا واليوم جاتهم لا ريكومبونس تاع الخدمه. تكتيكمون شنو اللي عمل فيهم؟ نو احنا لعبنا لو ميم سيستيم كيما نلعبوا دابيتود. D'habitude, placement, replacement. Et puis, il y a aussi, il y a aussi la dame chance. La dame chance. Et les واحد يحب يلعب بالقدا يقدر يحرك لا شانس باش تولي معاه. اللي كان واحد يلعب مرخوف ما تجيش لا شانس. لا شانس اليوم مش عند سامح الدربالي صراحة ثلاثة كرات. كي نربحوا ننساو كلش، ما انا ما ننساش السنه نحكمك في لونترينمون تشوف. يظل حتى بعد التتويج مازال معناها فما بعض الكرات اللي ندمت عليهم شويه سامح باغ اكزومبل. صحيح ندمت عليهم معنا بعد تعب كبير يظل الواحد شدوه ليكرون في ساقيه. الحمد لله يا ربي ما تمكناش من السجل هذاك، الحمد لله ما ماركينا بونت وعرفنا كيفاش نستحفظوا عليه. وهزينا الكوب اللي وعدنا به الجمهور نتاعنا الحمد لله. يظل مجموعه طيبه كمان في باجا معناها مرتبه سابعه في البطوله نهائي كاس رئيس الجمهوريه وتفوز باللقب تروح به الباجا. يظل معناها هذا ياكد كون الاولمبي الباجي المستقبل باش يكون افضل باش يكون خير. والله ان شاء الله معنا عندنا جروب باهي عايشين عائله واحده معنا جروب باهي برشا عندنا 25 جوار يعني كلهم عندهم لو ميم كاليتي الحمد لله يا ربي. ان شاء الله نتمكنوا باش نستحفظوا على نفس الجروب وباش نعاودوا بها سيزون اخرى ان شاء الله اللي باش تكون خير برشا من سيزون هذه ان شاء الله. شكرا لك سامح مره اخرى ليك الخط عادل في انتظار الاستجابات الفوريه هنا من حافه الميدان. ومره اخرى نحيل الكلمه لنبيل الكوكي ومره هذه حتى كان يقاطعوك مانيش خليهم يقاطعوك. بالنسبه للاولمبي البيجي عادل شفنا نعرفوا معناها خاصه في فاز الروتور لقى ليكيليبر نتاعو لقى التشكيله تقريبا المثاليه ان جوار دو جوار دو بري دونك كما قال سيرشي توا الكوتش قال معناها اللي نفس الرسم التكتيكي وحتى في الدوزيام ميتون اليوم ما تبدلش الرسم التكتيكي بالنسبه للاولمبي البيجي يظل تكمل القوه نتاعو في وسط الميدان اللي تالف من كامارا هذا معناها الافريقي معناها قدم مقابله كبيره وكبيره برشا في وسط الميدان ثم صابر المحمدي مع دوز اتاكون اللي هما تري رابيد اللي هو نزار قربوج وسلطاني دونك وخاصة عادل ثم حاجة معناها اللي عملت الديفيرونس اليوم اللي هي كانت لا الأولوية للميدان لاحظ السيد سمير العبيدي وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية وأيضا السيد علي حفصي الجامعة التونسية كنت خدم لك الخط هيثم. شكرا لك عادل دائما هذه هي الظروف المباشرة لزين بسيادة الوزير. سيادة الوزير ساعة يظهر نجم نقولوا اليوم حضرنا على عرس كرة قدم التونسية البطولة والكأس يظل فرد ميدان. هو عرس تونس خاصة بحضور لكرم ابناء اليوم هو اعتقاد خسارة ومنهزم وزير مثال نقرب شوية لوسط الميدان باش الصوت يكون معناها معناتها نوعية الصوت تكون ممتازة ان شاء الله
قلت هو عرس هو حضور سيادة رئيس الجمهورية، هو غطى على من هو منتصر ومن هزم، هو احتفال الرياضة التونسية في نهاية الموسم. بالتالي فشكرا يا سيادة الرئيس، وهنيئا حقا للأولمبي الباجي، وهنيئا لترجي الرياضة التونسي، وهنيئا أيضا نادي الصفاقسي اللي حضر وقع لعب في لعب نظيف ومقابلة مفتوحة، وهنيئا للرياضة التونسية، وإن شاء الله كل عام وإحنا بخير بالطريقة هذه. صراحة إيش قولك في التغطية نتاع قناة حنا بعلي للمباشر يتواصل قبل بساعة من انطلاق المباراة، ساعتين أيضا بعد انطلاق نهاية المباراة؟ دائما الاعلام اصبح شريك وطرف اساسي، وشكرا للتقنين وشكرا لكل هذه المبادرات، لانه حقيقه بالاعلام مش فقط اللي حاضرين في اعتقادي الشعب الرياضي التونسي يكون يشوفوا الان. شكرا لحنا بعد، وشكرا لكل الواقفين على البرامج الرياضيه نتاعها. يظهر لي سي علي الحفصي معناها القاها سهله شويه، معناها جاي يلقى اجواء طيبه، البطوله كما قلت والكاس فرد ميدان، معناتها بدايه العمل باش يكون بسيط. لا، المكتب الجامعي اعتقادي لانه صعب مكتب جامعي جديد يدخل على احضار كاس مثل هذه، خاصه كاس وبطوله وبحضور سياده رئيس الجمهوري كما قلت، عملوا جهد كبير ونحن حقيقه ممتنين ومتفائلين بهذا المكتب الجديد وبرئيسه سي علي الحفصي، وكما قلنا في عدد المناسبات ان شاء الله يجوا كل الدعم من كل الرياضيين في الحقيقه وكل النوادي ومن الاعلام الرياضي ايضا. شكرا لك سياده الوزير. ايضا عادل الى جانب سيد علي الحفصي رئيس الجامعه التونسيه. سي علي صراحه شكرا لكم على التنظيم هذايا، شكرا لكم على كل ما مريناه في هذه المباراه، يظهر لي بديتوا كاحسن ما يكون هذا بالنسبه للمكتب الجامعي هذايا. والحمد لله كما ترى معناها كان عرس بتم معنى كلمه، معناها كانت الروح الرياضيه هي فائز في المقابله. يمكن نقرب شويه للوسط الميدان باش يكون الصوت معناتها نوعيه الصوت خير برشا. في انتظار انك تقرب لوسط الميدان يا هيثم، ايضا تلتحق بنا البطوله عادل. هيثم في انتظار قلت لك انك توضح امورك من ناحيه الصوت مع سي علي الحفصي. كل شيء 100% عليك، كل شيء تلتحق بنا، خلينا نكلمك، تلتحق بنا البطوله، والترجي الرياضي طبعا يتوج اليوم بالبطوله الى جانب الكاس واخذ التصريحات المباشره. تفضل لك الخط هيثم. سي علي، يظهر لي نجم نقولوا رضا كلي على الاقل مبدئيا الان بعد هذه المباراه. والله والحمد لله، هو هاي خلي وقت اخر. عادل يظل لي فما انقطاع في الصوره ما نعرفوش، حتى سي علي قال لك خليه وقت اخر ما نعرفش سي علي. سي علي وينه ما نعرفش احنا. سي علي باش يطلع ينضم معنا للاستوديو. يلتحق بنا سي علي وفخري سعلي. ايضا مرة أخرى ديما نقولوا لقناة حنا بال تحاول تواكب نجاحات وأفراح النوادي التونسية. هنيئا للأولمبي الباجي بكأس، وهنيئا للترجي الرياضي بالبطولة. في انتظار ذلك العربي الهاتفي قام طبعا بمهمة كبيرة من أجل حضور اللقبين والاستماع مباشرة طبعا مع إبراهيم ومع بقية طبعا الفنيين والتقنيين وكل الناس اللي تخدم في قناة حنا بال، وبالتعاون طبعا مع التلفزة التونسية. وخالد حسني مازال في الكواليس هنا قاعد هو أنيس السحباني بعد ما عدا المقابلة. على كل حال هذه هي نعيشوكم كواليس كما هي في قناة حنا بال. نرجع للوصف في انتظار تصريحات أخرى. تفضل. ما يخش علي يعني سمر هذه. باختصار يظل النقطة اللي عملت لدي فيرانس اليوم هو يظل اللي حكى عليها سي رشيد مدرب الأولمبي الباجي، هو معناها لو روبلاسمون ستادير ترانزيسيون فير لوفونسيف ترانزيسيون ديفونسيف، دونك هي اللي عملت نقطة، والانضباط التكتيك نتاع لاعبي الأولمبي الباجي اللي هذا اللي هو اللي عمل الفارق، عكس معناها يظل النادي هذا الشخص اللي كان تقريبا في وسط الميدان ما كانش ثم مركاج على اللاعبين، ما كانش ثم روبلاسمون في وقته، كانوا بطيئين، دونك هذا اللي كان عمل لا ديفيرونس. حاتم، بالنسبه لك انت يعني هدف مقابل صفر في بدايه الشوط الاول، هل يمكن نقول اثر هذا على اداء ومعنويات لاعبي نادي الصفاقسي؟ المفروض ما ياثرش، لكن ثم حاجه نظنها سابقه المقابله اللي هي نادي الصفاقسي داخل في ثقه مفرطه اللي هو باش يفوز بالكاس، وهذه كانت تحسها في الجماهير نتاعو ولا تحسها حتى في 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 حتى عند اللاعبين، وهذا اللي اثر يمكن سلبا وقت اللي نادي الصفاقسي قبل الهدف تحس الفريق تراجع لورا، وتحس اللي ثم لخبطه صارت فوق الميدان. واليوم في الكره ثم حاجات مهمين، اذا ما تربحش الديويل نتاعك الفرديات ما تنجمش تفوز بالمقابله، وتربحش الديزيام بال ما تنجمش تفوز بالمقابله، وهذا اللي شفناه انا خاصه طيله
المقابله. الاولمبي البيجي كان متفوق على نادي الرصاص. تحكي الاولمبي البيجي، قلنا احنا في حنبال معنا من خبيه وحتى الكواليس يلتحق بنا رئيس الاولمبي الباجي. اكيد نقول لك الف مبروك على هذا التتويج. طبعا في انتظار التحاق ابطال اخرين. الف مبروك في انتظار التحاق ابطال الكاس. فضل حاتم، فضل نبيل حدانا مساج ناخذ فما حتى مشكل. مبروك تتويج، اكيد عنده طعم خاص للباجيه السنه. الحمد لله، ماذا هذا التتويج ماذا جاء في وقته. عملنا اثناء معناتها تعدى عام باهي، عملنا اون بريستاسيون معناتها في شامبيونا باهي، لعبنا كوره بكدا، مي مالوريزمون مشى شويه نتائج ما مشاش. لي زوبجيكتيف في تاع جمعيتنا، جمعيه ماشي كان بيجي تاع مليارديرات كبيره، مي كومام كلاسمون سيتيام في الشامبيونا بلوس معناتها تتويج في عرس كيفاك، يعتبر نجاح معناتها جمعيتنا الحمد لله. فاجئك الاولمبي الباجي بالاداء نتاعو اليوم ولا صراحه؟ لا انا نتبع، ما فاجئناش، احنا نلعبوا كوره ونعرفوا يعرفونا سي اس اس، خاطر لعبنا زوج ماتشات سيتو في صفاقس، خسرنا 2-1 سي براتيكمون، يمكن بريستاسيون تاع في صفاقس خير من هنا اليوم. اليوم سي معناتها لعبنا كوره، مي ستريس والضغط شويه على معناتها الفينال خلاهم معناتها شويه، فما خسرتوا الميلوتين عن الكاميرا ما مشاش كوم يلفو، مي كومام سي بريستاسيون باهيه والحمد لله اللي توجنا بالكاس. او يلتحق بنا صبر المحمدي طبعا احد صانعي هذا التتويج وقائد فريق الاولمبي الباجي. مبروك صبر هذا التتويج بنتك هذه. الف مبروك. يبارك فيك، عايشك، ميرسي بيان، عايش نبيل شحوال على السلامة. تعرف تتكلم ولا مازالت؟ تبارك الله عليه، هاي يعني حلت عينيها مع تتويج حلو برشا في طعم السكر بالنسبة للأولمبي الباجي. الحمد لله يا ربي، معناتها هو بعد عمل كبير معناتها قمنا به ثلث الموسم معناتها، وفي الاخر معناتها ربي اكرمنا وتوجنا بالكوب هذية اللي بالمناسبه نحب نهداها لسياده رئيس الجمهوريه، على الاقل ان شاء الله نكونوا ردينا شويه من الجميل اللي معناتها عمله لنا هو، خاصه في الجهه الغديقه وفي باجه معناتها عدت معناتها حاجات معناتها صارت في باجه البريود الاخر هذية، كله من فضل سياده الرئيس. ومن بعد نهديها لجمهور باجه هذا الكل، البنوتي والعائلتي الكل، فهمتني، نهديها لكم انتم زاد قناه حنا بعد. رئيس الجمعيه يستنى فيك. الرايه بطبيعه الحال هذاك الهيئه المديره الكل على راسهم سي مختار، معناتها عاونونا برشا سنه وقفوا معنا. نهديها كذلك الكل من اللي خدم معنا في باجه سنه، كالكسوا سي فريد بن بلقاسم، سي خالد بن ساسي، سي رشيد بلحوت توا معناتها، والكل اللي خدموا معنا في باجه الكل يستاهلوا التتويج هذايا. جاء بعد عمل كبير، بعد تعب كبير، الحمد لله يا ربي، معناتها في الاخر توجنا المجهودات اللي قمنا بها على طول العام، والحمد لله يا ربي في الاخر. سي مختار، اكيد التتويج باش يحملكم مسؤوليات كبيره ومسؤوليات مضاعفه، هل فكرتوا اليوم ولو انه الناس ما زالت ربما عايشه في نشوه ولحظه التتويج في الموسم القادم للمحافظه على هذا التتويج وربما المحافظه على الرصيد البشري والاطار الفني؟ اي توا معناتها كنا كونسنتري على الفينال، معناتها ما خمس نقول لك ما خممناش برشا، مي فما لي جروند ليني قاعد نخمو فيهم دي كونتاكت. بالنسبه للمدرب رشيد بالحوت، بالمدرب نورمالمون قعدنا معاه وحكينا ومازال ماك تعرف مازلنا فما لاكورد دو برانسيب اللي لا، مي نجم مبدئي موجود، نجم المفاجات في اخر وقت ينجم يكونوا، مي من مارس حكينا مع بعضنا واتفقنا في كل شيء حتى في البنود الكل. أو نستقبلوا مع بعضنا أيضا سيد بدين التلمساني نائب رئيس الترجي الرياضي التونسي، مرة أخرى مبروك سي بدين بالتتويج بلقب البطولة، تقريبا هنيتوا بعضكم. ها هنينا بعضنا يا سي. تفضل سي مختار تكمل الكلمة بتاعك بطبيعة الحال، تفضل سي مختار تكمل. إيه دونك بالنسبة للعمل السنة المقبلة، هذا معناتها مسؤولية كبيرة معناتها تتويج
وخاصة مش تتويج هكا هو، خاصة الجمعية ولات عندها كاشي جو ولات توجع في الجمعيات الباهي كيف سي اس اس كيف يقرون في حساب وحساب. دونك باش تحافظ عليه افيك دي فان دو كونترا ان شاء الله ربي يوفقنا، ربي يوفقنا ونحاولوا نحافظوا على الامبيونس هذايا. وهو التتويج هذا مش يكون معناتها اون باز دي ريستركتوراسيون اللي تخلي الجمعية ما عادش تخمم في ما تدخل الموسم اي مش تيه ما عادش ولات ولا عندها كاس في المونتال نتاع الجمعية كاس سيتيام بلاس غرينوت ان بو نجموش نوصلوا سيزيام حتى سانكيام بلاس نلعبوا في الكاس معناتها كهدف ان شاء الله نوصلوا ديما نوصلوا في اللي فينال وهذاك هو اهداف جمعية. اعطينا تو جمهور باجا يتبع فينا في التلفزه، اعطينا البرنامج الاحتفالي اليوم تاع الاولمبي الباجي بعد تتويجه بكاس طريق الجمهوريه. هو والله كان جيت تشوف معناتها راهو الاحتفال من اول الجمعه، البارح حكوا لي في باجا مش بيت في باجا محتفلين كانوا مهزوا الكاس. تو رسميا عاد احتفال رسمي من تحت من الاحتفال بالحصول على الكاس اللي موجوده معنا في الاستوديو مع البطوله. مش اعطيوا لنا راهو بها.